صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا جزل. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. رغم كل الأحداث اللي بتحصل في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف على أهالينا في فلسطين، لكن ممكن نقول إنه في بعض الأخبار وبعض الأشياء إيجابية بتحصل، في تحول في مواقف بعض الدول الأوروبية، في تحول في مواقف شعوب بعض هذه الدول. بدأنا نشوف مظاهرات بترفض هذا العدوان الغاشم، بدأنا نشوف مظاهرات بتطالب قادة الدول الأوروبية بضرورة التدخل حماية للمدنيين، بدأنا نشوف رأي عام عالمي بدأ يكشف صناعة الأكاذيب اللي بيمررها بعض وسائل الإعلام الغربية لتبرير العدوان الإسرائيلي. في مظاهرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بتتهم صراحة إدارة الرئيس جو بايدن بازدواجية المعايير وأنه يجب حماية المدنيين في قطاع غزة. أعتقد أن الدولة المصرية يا شاذلي كان ليها دور كبير، يمكن هو الدور الأبرز في أنها تكشف للعالم كله حقيقة المجازر الوحشية اللي بتحصل في غزة، أن لازم يحصل حماية للمدنيين، لازم يتوقف هذا العدوان ويتوقف كمان نزيف الدم. احنا شايفين قصف متواصل وحصار لأكثر من 2.5 مليون مواطن فلسطيني جوه قطاع غزة، شايفين قطع للكهرباء، قطع للمية، قطع للوقود. كل ده أعتقد أنه هو بيمثل جرائم إبادة جماعية وانتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية قبل ما يكون انتهاك للقوانين الدولية. بكل تأكيد، وشفنا كلنا امبارح المؤتمر الصحفي المشترك اللي عقده سيادة الرئيس مع نظيره الفرنسي، كشف عن توافق في مجموعة كده من المحاور المهمة زي ضرورة حل الدولتين، بذل مزيد من الجهود لاحتواء الأزمة، رفع الحصار عن قطاع غزة، وكمان حاجة مهمة جدا وهو التوافق على رفض نزوح أو تهجير سكان غزة. أعتقد أنه الرؤية المصرية والتصرف المصري ثابت، وجهة النظر المصرية من هذه القضية ثابت، موقف مصر واضح في، وده كان واضح خلال كل المباحثات التي تمت وعقدت بهذا الشأن، وكل القادة اللي جم حتى في قمة القاهرة للسلام كان الموقف المصري واضح جدا جدا من هذه القضية لا يتغير. وأيضا الموقف الشعبي منه، وده مهم جدا، نستمر في ده في وسائل الإعلام زي ما احنا شغالين، نستمر في ده على السوشيال ميديا، لأنه قادر أنه يغير بالفعل من نظرة شعوب بعض الدول بره عشان تفهم حقيقة ما يدور على الأرض. احنا شفنا بالفعل كمان تعهدات ابتدى يقدمها الرئيس ماكرون امبارح في المؤتمر الصحفي الرئيس الفرنسي، زي زيادة مساهمة فرنسا للأنروا لدعم الشعب الفلسطيني، ارسال طائرتين مساعدات لأهالي غزة، وكمان ارسال سفينة لدعم مستشفيات القطاع. كل ده بيأكد ان بقى في تحول في المواقف الإنسانية للدول الكبرى، وان مصر قدرت انها تنجح في خلق رأي عام دولي اكثر حيادا واكثر تحمل للمسؤوليه، والدول بتتحمل مسؤوليتها اكثر تجاه ما يحدث في غزه. احنا على مدار حلقتنا هنكون بنكمل كلامنا معاكم ونكمل تغطيتنا لما يحدث لاشقائنا في غزه. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لميا ونتعرف منها على اخبار المرور في الشوارع دلوقتي وكمان الطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شاذلي، صباح الخير عليك منا، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبدا طبعا من محافظه القاهره وبالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه دلوقتي وواصله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية، ونروح عند كوبري الجلاء هنلاقي في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري كمان نفس الموضوع، أعلى كوبري المطارية اللي قادم من الكابلات. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد، كمان بتظهر كثافات على كورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني. هنروح في محافظة الجيزة وبالتحديد من شارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده طبعا بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العريش لحد الطلبية، وكثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق ومكملة معانا حتى العشرين.
تعالوا دلوقتي نروح لمحافظة المنيا اللي فيها سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق، ولو مشينا على طريق الصحراوي الغربي في من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة. طريق الشيخ فضل فيه سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات النسبية، أما طريق المنيا مغاغة في بعض الكثافات البسيطة لكنها غير مؤثرة، أما الطريق الصحراوي الشرقي فيه كثافات مرورية بسيطة. خلونا نكمل جولتنا ونروح لحد محافظة الشرقية وطريق الزقازيق منيا القمح فيه سيولة مرورية ما عدا المداخل الخاصة بمدينة الزقازيق فيها بعض الكثافات المرورية البسيطة. خلونا نكمل في طريق المحافظة والجامعة فيها كمان سيولة مرورية، وكمان في سيولة مرورية تانية في موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لديار بنجمة، أما طريق أبو حماد للإسماعيلية ماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن وده بسبب تنظيم حركة المرور. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا وقد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كمان في فرص لأمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا في مناطق متفرقة أقصى جنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلونا نرجع لشاذلي مرة تانية ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لو. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بالأمس اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس، وقال سيادة الرئيس إن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيس للقوات المسلحة، وإن الجيش بقوته وقدرته المتعقلة والرشيدة والحكيمة لا يطغى ولا يسعى خلف أوهام، وإن هدفه حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز. كمان الرئيس تكلم عن الدور الإيجابي لمصر في الأزمة هنا في قطاع غزة، وقال إن مصر بتبذل كل الجهود لوقف نزيف الدم ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ومساندة المدنيين في القطاع بالمساعدات اللي محتاجينها، خاصة في ظل انعدام المياه والكهرباء والوقود والمستلزمات الطبية والإغاثية وأيضا الغذائية. خلونا نشوف مع حضراتكم دلوقتي جزء من كلمة سيادة الرئيس. اسمحوا لي بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبدأ المرور، يعني إن أنا أوجه للقوات المسلحة كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز بالدور، الدور في وقت الحرب ووقت السلم. واسمحوا لي ان انا برضو اهني القوات المسلحة بمرور 50 عام على نصر اكتوبر المجيد. واحنا النهاردة موجودين هنا في احد الانشطة التدريبية في تفتيش حرب أو اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة، وأنا يعني بسجل هنا أن هذا التزام كان من ضمن أنشطة الاحتفال بأكتوبر المجيد أو بمرور 50 سنة على أكتوبر المجيد. والحقيقة إحنا كان في أنشطة كتير جدا، وإحنا طبعا للظروف اللي موجودة ديت يعني خلينا الالتزامات في أقل ما يمكن عشان يعني في إطار مراعاة الظروف اللي موجودة في المنطقة. أنا عايز أقول لكم على حاجة في القوات المسلحة وحتى للمصريين. أكتوبر بالنسبة لنا هو ليه معنى كبير قوي، لأنه هو كان عبور من حالة يأس إلى أمل، ومن حالة إحباط إلى فخر، ومن حالة هزيمة إلى حالة نصر. وبالتالي في كل سنة بنتذكر الجهد والتضحية اللي قدمتها مصر وقدمتها القوات المسلحة من أجل التحقيق اللي أنا بقول عليه ده. والنهاردة بعد 50 سنة مهمة أوي إن إحنا نستخلص الدروس والعبر ونستمر في ذلك. وانا هنا يمكن عايز اقول لكم ان يمكن النهارده الحديث عن الامن القومي والحفاظ عليه وده بيتردد دلوقتي
بشكل كبير، وده الحقيقة ده دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، وهو حماية الحدود المصرية وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر. وهنا لازم أسجل وأكد أن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل أهدافها أن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تمس. وهنا برضو مهم أوي أن أنا أقول أن ده معناه أن الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس، هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز. وهنا عايز أقول في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة دلوقتي، وكلامي هنا لينا كلنا للعسكريين والمدنيين، مهم قوي مهم قوي انك انت وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة ولا تضغي، ما بقاش فيه طغيان، ما بقاش عندك أوهام بقوتك اللي موجودة. أنا بقولها لينا كلنا عشان يعني ساعات أسمع كده كلام يقولك مادام عندنا، يعني لا، أنت عندك عشان تدافع عن نفسك، عندك عشان تحمي بلدك، وعندك عشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد وأيضا بصبر. اوعى الغضب واوعى الحماسة، اوعى الغضب واوعى الحماسة تخليك تفكر أبدا بشكل تتجاوز فيه وتقول في وقت من الأوقات ما كانش يعني ما كانش ممكن قوي أو ما كانش لابد إن احنا نتجاوز كده. أوضح أكتر، اوعى أوهام القوة، اوعى أو انتبه إن أوهام القوة تدفعك إنك تاخد قرار وتعمل إجراء تقول بعد كده إن أنا يعني ما كنتش دارس كويس، كنت مدفوع بغضبي، مدفوع بحماسة زيادة عن اللزوم. أنا بقول الكلام ده للقوات المسلحة وبقول الكلام ده لشعبنا المصري، إحنا بنتعامل دايما مع كل الأزمات بعقل وصبر عشان نحقق كل شيء أو ما أمكن، يعني من غير ما يكون في تجاوز في استخدام القوة أو القدرات. يعني كان مهم أوي أن أنا أقول لكم الكلمتين دول في المناسبة ديت، في المناسبة ديت، وبالمناسبة يعني التطورات اللي موجودة في قطاع غزة، اسمحوا لي أقول لكم أن احنا بنقوم بدور إيجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهدئة الأمور والوصول إلى إيقاف لهذا الصراع وأيضا للوقف يعني إطلاق النار بشكل أو بآخر وإيقاف نزيف الدم اللي بيتم دلوقتي. وفي نفس الوقت بنسعى جاهدين بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء عشان نعمل حاجتين، احتواء التصعيد اللي احنا بنتكلم عليه ده، وايضا مساندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات التي هم في احوج الحاجة ليها، في ظل احنا من يوم 7 اكتوبر للنهاردة بنتكلم في اكتر من تقريبا يعني 14-15 يوم، وطبعا مفيش مية ومفيش كهرباء ومفيش وقود، وبالتالي حجم وحتى مواد طبية ومواد إغاثية ومواد غذائية، فاحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما أمكن عن أهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا
بنجابه دلوقتي. مهم قوي ان احنا يعني نبذل كل الجهد لتقليل المعاناة. ودايما في كل مناسبة احنا حصل خلال العشرين سنة اللي فاتوا تقريبا 5 جولات صراع بين اسرائيل وبين يعني القطاع او حماس او الجهاد الاسلامي او الجماعات اللي موجودة في القطاع 5 مرات. وكان دور مصر دايما دور ايجابي في احتواء التصعيد وتهدئته وتخفيف اثار هذا الصراع. وبنقول في كل مرة ان مهم جدا ان حل القضية الفلسطينية هو من خلال الحل الدبلوماسي وحل الدولتين اللي بيعطي الامل للفلسطينيين وبيبقى بيوجد دولة لهم على اراضي 67 او الاراضي التي احتلت في 67 وعاصمتها القدس، وفي نفس الوقت يراعي الامن لكل من الشعب الفلسطيني والشعب الاسرائيلي. مرة تانية انا سعيد بوجودكم وعايز اقول وباللي انا شايفه هنا، والحقيقة يعني هذا امر يعني يدعو للفخر. احنا بنتكلم على يعني تشكيل من عدة تشكيلات سواء كان في الجيش الثاني او الثالث او في المناطق والاخرى زي المنطقة المركزية او الغربية او الجنوبية او الشمالية، كل التشكيلات بالمستوى الحمد لله الحمد لله بالمستوى اللي احنا شايفينه ده في كل التخصصات. وزي ما قلت مهما كانت قوتك هي قوة رشيدة، وده سمة من سمات الجيش في مصر، قوة رشيدة وحكيمة تبني وتصون وتحمي ولا تعتدي. يعني بقول في اليوم ده ان احنا دايما محتاجين ان احنا نتسلح دايما بالعلم بالمعرفة حتى نكون قادرين دائما على استيعاب التقدم اللي بيحدث في مجالات يعني المجالات التفوق والتطور اللي بتشهدها المعدات والأسلحة الحديثة وأيضا النظريات المختلفة. ثم حاجة أخرى مهمة أو إن احنا نتسلح بيها وهي الإيمان. الإيمان معناه الخلق، معناه النزاهة، معناه الشرف، معناه عدم الخيانة، معناه عدم التآمر. انتبهوا للمحورين دول أو للكلمتين دول، التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالإيمان هو ده السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة لا تقهر، لأنها هتبقى مدعومة بأسباب الدنيا ومدعومة بأسباب السماء. يبقى معاك دعم ربنا سبحانه وتعالى عندما تكون تتعامل مع الأمور بشرف من غير غدر ولا خيانة ولا خسة. يعني آخر حاجة هقولها لكم، دايما حافظوا على كفائتكم وعلى قدراتكم، دايما تكونوا جاهزين، دايما تكونوا حريصين. ربنا يا رب يحفظكم، ودايما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وجيشها في أمن وأمان وسلام. بشكركم جميعا وسعيد باللي أنا شفته ده، وإن شاء الله دايما دايما للعلا. شكرا جزيلا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي بقصر الاتحادية، وأكد الرئيس على ضرورة بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتجنب اتساع نطاق التصعيد، وجدد كمان التأكيد على موقف مصر الرافض تماما للنزوح أو التهجير القسري لسكان القطاع. سيادة الرئيس أيضا حذر من خطورة الأزمة في قطاع غزة، خصوصا أن في حوالي 6000 من المدنيين في غزة سقطوا، نصفهم من الأطفال شهداء. تعالوا نشوف كلمة سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أرحب بكم وأن أنا أرحب بفخامة الرئيس في زيارتك لمصر. اسمح لي أن أنا أسجل بكل تقدير واحترام تحياتي لك وتقديري لكل الجهود اللي بتبذلها من أجل احتواء الأزمة. الأزمة اللي احنا بنعيشها وأتصور أن احنا كلنا متأثرين بيها تأثير كبير جدا في منطقتنا بالكامل وعلى العالم كله. يمكن تحدثت مع فخامة الرئيس مطولا في أزمة الأزمة اللي احنا بنجابها دلوقتي، أزمة قطاع غزة، وتكلمنا بتفصيل شديد وبعمق شديد في جهود لاحتواء هذه الأزمة والعمل على أن هي يعني ما يكونش ليها تداعيات أكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي. اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية أن الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على ان احنا نحتوي التطورات اللي بتمر بقطاع غزه. ده معناه ان احنا ببساطه ننظر بخطوره شديده جدا من اتساع دائره العنف وان يشمل اطراف اخرى داخل الاقليم او المنطقه ومخاطرها الشديده جدا على الاستقرار والامن في منطقتنا. واحنا توافقنا على ان النقطه دي محتاجه ان احنا نتحرك ونعمل بشكل مكثف فيها من اجل منع مزيد من التدهور في الموقف في منطقتنا. ايضا تكلمنا على اهميه احتواء وتهدئه الموقف في غزه، وهنا بنتكلم ولازم اسجل دي اولا لتفاهم الرئيس ماكرون الحقيقه لفكره ان عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط، لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها، لأن إذا كانت النهاردة قضية حل الدولتين، وده أمر أيضا توافقنا عليه على أن هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التداعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة ديت، في 5 جولات من الصراع خلال العشرين سنة اللي فاتوا، غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل، لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم يبقى مش معقول إن هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على أراضيهم. دي نقطة. الهدف بتاع الحرب المعلن إن هو يعني تصفيد حماس والجماعات والفصائل المسلحة اللي موجودة في القطاع، وده هدف أنا يعني كلنا عارفين كويس قوي، والخبرات اللي موجودة لكل القادة على مختلف المستويات بدول مختلفة نازل الأمر بيتطلب سنوات طويلة جدا. ويمكن ده أيضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية ان احنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع، وده أمر في منتهى الأهمية أنا بسجله هنا، لأن الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين. ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقرب من 6000 من المدنيين سقطوا حتى الان
نصفهم تقريبا من الأطفال، نصفهم تقريبا من الأطفال، ويجب أن نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الأزمة وعدم وضع السلامة، سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع. نقطة أيضا توافقنا على أن احنا نعمل فيها بجد، وهي إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم اللي يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع. والنهاردة احنا بنتكلم من 7 أكتوبر لغاية النهاردة تقريبا دخلنا في 15 يوم والقطاع تحت الحصار الكامل، وبالتالي وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه، وده أمر كان ليه تداعيات كبيرة جدا على الحالة الإنسانية داخل القطاع. وإحنا قلنا إن إحنا هنا متوافقين أيضا على أهمية إن إحنا نتحرك في إدخال مزيد من المساعدات. وهنا أسجل شكر لفخامة الرئيس إن هو وعد بإرسال سفينة مستشفى إلى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها، يعني يحتاجها من المصابين الفلسطينيين. أيضا تحدثنا على أهمية إتاحة الفرصة والوقت إن إحنا نعمل على إطلاق مزيد من الرهائن ومزيد من الأسرى اللي موجودين في القطاع، وده من خلال تهدئة الموقف ما أمكن، تهدئة الموقف ما أمكن حتى نستطيع أن نعمل من أجل إطلاق مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس. احنا في مصر حريصين على ان احنا نقوم بدور ايجابي جدا جدا في هذه الازمه من خلال تفاهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع، واقع تطور القضيه الفلسطينيه، وان القضيه الفلسطينيه قضيه القضايا بالنسبه لنا وبالنسبه لمنطقتنا، وان الراي العام العربي والاسلامي متاثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد ايه حل القضيه دي هيكون ليه انعكاس كبير جدا جدا. ويمكن يعني يمكن حد يقول هل في فرصة حقيقية لمكافحة الإرهاب؟ أنا بقول للرئيس ماكرون إن الفكرة دي بدأت في مخيمات، نتيجة مخيمات الفلسطينيين، نتيجة فقد الأمل. ما فيش أمل، ما فيش فرصة إن احنا نديهم دولة، الدولة دي تبقى جنبا إلى جنب مع الدولة الفلسطينية، تحترم وتحافظ على أمن الإسرائيليين وأمن الفلسطينيين بكل الضمانات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. لما فقد هذا الأمل ولما الممارسات اللي كانت موجودة خلال السنين الأخيرة اللي فاتت فيما يخص المسجد الأقصى يعني التوسع الاستيطاني اللي موجود، كل ده كان عبارة عن تغذية لحالة الكراهية والغضب اللي احنا محتاجين نفرغها بان احنا نحيي مرة تانية عملية السلام في المنطقة فيما يخص حل الدولتين. توافقنا مع فخامة الرئيس على ان احنا نتحرك سويا ونعمل سويا من اجل هذا الهدف النبيل، هو احتواء الأزمة، عدم تصعيدها، ادخال المساعدات، تخفيض التوتر ما امكن، عدم أو السعي إلى عدم دخول أطراف أخرى في النزاع الحالي. وهنا أنا بسجل مرة تانية شكري الشديد باسمي وباسم كل إنسان مخلص في منطقتنا للرئيس الفرنسي ماكرون على الجهد وعلى الحركة اللي بيبذلها من أجل احتواء هذه الأزمة. وهذا الأمر هننجح فيه لأن الإخلاص في العمل من أجل الأبرياء ومن أجل المسلمين لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيه. وبقول للرئيس ماكرون إن التاريخ هيشهد لك إنك أنت بتبذل جهد كبير قوي قوي، كان زار إسرائيل وزار رام الله وزار الأردن والنهاردة في مصر يمكن في خلال يومين أو ثلاثة فقط الجولة الكبيرة دي. فخامة الرئيس نحن بكل التقدير والاحترام والإعجاب والشكر لشخصكم ولفرنسا، وثق ان لك في مصر اصدقاء حريصين ايضا على العمل سويا من اجل تحقيق السلام ونزع فتيل هذه الازمه اللي احنا كلنا بنتالم على الضحايا اللي موجودين فيها. يمكن كان في حد يقول لي يا ترى انتوا
يعني تقبلوا ان يبقى فيه هجوم على المدنيين؟ لا طبعا، نحن ندين كل الاعمال التي تمس المدنيين، كل المدنيين، ما فيش كلام في ده، لان المدني ده ملوش علاقه بالغضب والالم والحاله اللي احنا فيها. بس انا عايز اقول مهم قوي ان احنا واحنا بنتكلم في النقطه ديت نتكلم فيها بمعيار واحد، يعني المدنيين اللي هنا والمدنيين اللي هنا. مره تانية برحب بيك فخامه الرئيس، اهلا وسهلا. أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته في المؤتمر الصحفي وجه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود اللي قدمتها الدولة المصرية منذ يوم 7 أكتوبر وعلى قمة القاهرة للسلام اللي تم تغطيتها الأيام اللي فاتت. الرئيس الفرنسي كمان اتكلم عن حماية المدنيين وقال أنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى كل سكان قطاع غزة بلا عوائق، وأكد كمان أن فرنسا قررت إرسال سفينة لدعم مستشفيات غزة. خلونا نشوف دلوقتي جزء من كلمة الرئيس الفرنسي. ميرسي بوكو مسيو بريزيدان. شكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا على استقبالكم، شكرا على هذه الكلمات. مرة أخرى يسعدني أن أكون في القاهرة إلى جانبكم لمواصلة الحوار الاستراتيجي القائم بيننا منذ عدة سنوات في هذه اللحظات الخطيرة العصيبة. لقد ذكرتم للتو بأننا نعيش فترة مظلمة جدا، وفي مثل هذه الأوقات يهم أن نبذل كل ما بوسعنا لتفادي التصعيد ولتفادي تزايد حدة التوتر. لا شيء يبرر الهجوم الإرهابي لحماس ضد إسرائيل. فرنسا أدانت ذلك فورا و اعترفت لإسرائيل بحق الدفاع عن نفسها باحترام أحكام قانون الحرب والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ولكن اليوم الوضع الذي نراه اليوم يمكن أن يقودنا إلى مخاطر وتصعيد، وهذا ما تكلمنا عنه، وبالتالي من الضرورة أن نقوم بعمل سريع. أولا وقبل كل شيء وأود أن أشكركم سيادة الرئيس وأحيي وأنا أقف إلى جانبكم الجهود التي تبذلها دولة قطر لإطلاق سراح الرهائن. هناك أكثر من 200 رهينة تحت جيزها حركة حماس اليوم، ولسوء الحظ هناك 9 رهائن من الفرنسيين أو مزدوجي الجنسية، ولكن كل الرهائن يجب أن يتم إطلاق سراحهم بأسرع ما يمكن. وأشكركم خالص الشكر على الجهود التي تبذلونها منذ 7 من أكتوبر الماضي لهذا الغرض. هذا ونحن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل هذه المسألة. ثم أود أن أشكركم في هذا السياق على قيادتكم وعلى القمة التي في القاهرة الأسبوع الماضي للتذكير بالمأساة الحالية وضرورة إيجاد حل لها بأسرع ما يمكن. وكذلك سمعت رسالتكم سيادة الرئيس، كما سمعت صرخة الإدارة التي أطلقها ملك الأردن فيما يتعلق بإزدواجية المعايير. أريد أن أكون واضحا جدا، فرنسا لا تمارس إزدواجية المعايير. القانون الدولي ينطبق على الجميع، وفرنسا دوما دافعت عن قيم عالمية، قيم الإنسانية العالمية. حياة البشر متساوية وليس هناك من أولويات. كل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا من أجل السلام في الشرق الأوسط، ونبقى أوفياء لذلك. أنا أعرف أيضا التزامكم سيادة الرئيس في هذا الموضوع. عودة إلى ما قاله سيادة الرئيس للتو، ما نريد هو في الواقع مبادرة سلام وأمن تسمح بتفادي التصعيد وتعالج الجذور لهذه المشكلة التي نمر بها اليوم. مشاهدينا لسه تغطيتنا مستمرة لتطورات الأحداث في قطاع غزة والدور المصري في هذا التصعيد الحالي، لكن بعد هذا الفاصل. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية، إنما شديد الحرارة على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد،
ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والنهارده كمان في شبوره مائيه الصبح قد تكون كثيفه احيانا وقد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. كمان في فرص لامطار خفيفه وممكن تكون رعديه احيانا على مناطق متفرقه من اقصى جنوب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل اكثر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك وطمنينا عن حاله الطقس النهارده واهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. هو طبعا احنا بنشهد منذ عده ايام ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، وده بسبب تاثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة. يمكن بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، اليوم متوقع أن تكون ذروة الارتفاعات وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية. عشان كده الطقس فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة احتفنا به طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، طقس نقدر نقول مائل للحرارة على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده هيكون خلال فترة النهار زي ما قلنا وتحديدا في فترة الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض تدريجي في قيم درجات الحرارة، هتظل درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير خاصة في ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر اللي هي اوقات الفجر وفتره الصباح الباكر، الاوقات دي درجات الحراره فيها بتنخفض بشكل كبير، صغرى فتره الليل على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 21 و22 درجه مئويه، بعض المحافظات زي المدن الجديده وبعض المناطق زي محافظات شمال الصعيد بتسجل قيم درجات حراره اقل من ال 20 درجه مئويه، فبالتالي اجواء فتره الليل هتظل اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه خاصه بقى في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، ونتيجه طبعا الاستقرار في الاحوال الجويه ووجود المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بتكون الظاهره الجويه المؤثره دايما هي الشبوره المائيه اللي بتظهر دايما على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي ممكن تؤدي لانخفاض كبير في الرؤيه الافقيه لانها شبوره مائيه كثيفه ممكن توصل لحد الضباب. حد الضباب يعني انخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، بتقل رؤيه عن 1000 متر في بعض الاماكن، يمكن بتنعدم في بعض الطرق، ومع تكونها بيكون في ساعات الليل المتاخر يعني تقريبا 3-4 الفجر، وبتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 8 صباحا بتيجي بنلاقي الشبوره المائيه بتبدا تختفي وبتبدا الرؤيه الافقيه تحسن على اغلب الطرق. كمان اليوم متوقع يكون معانا فرص ضعيفه لامطار خفيفه على بعض الاماكن من اقصى جنوب البلاد زي بعض المناطق من حلايب وشلاتين، بعض الاماكن من المجرى الملاحي وابو سمبل، وهي فرص امطار خفيفه غير مؤثره على اي اعمال انشطه يوميه وعلى فترات متقطعه من اليوم، وكمان طبعا بتكون قد تكون رعديه احيانا في بعض الاماكن، لكن اللي بناكد عليه ان هي مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. احنا قلنا النهارده هيكون ذروه الارتفاعات، غدا ان شاء الله متوقع ان هي تنخفض درجات الحراره لكن هتعود لي يعني حول المعدلات او هتظل اعلى من المعدلات، عظم على القاهره الكبرى هتظل 31 درجه مئويه فتره النهار مع استمرار تكون الشبوره المائيه الكثيفه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 33-22، اسكندرية 29-21، العالمين الجديدة 28-21، مطروح 28-19، ودمياط 30-22، بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 34-22، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 23، العريش 33-22، كاترين 28-15، طابة 31-23، حلايب 31-24، شلاتين 33-23، شرم الشيخ 35-26، الغردقة 34-23.
الفيوم كمان العظمى فيها 33 والصغرى 20، بني سويف 34 19، الوادي الجديد 38 21، أسيوط 35 18، سوهاج 36 19، قنا 38 25، الأقصر 38 24، وأخيرا أسوان العظمى فيها 40 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لمنى وشاذلي نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمنى. مع تواصل الاعتداءات الوحشية اللي بينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، البعض بيتساءل عن دور منظمات حقوق الإنسان. من اللي بيحصل في غزة بعد ما أهدرت إسرائيل كل المواثيق والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان وابتدت فعلا تبيد وتقتل الأطفال والنساء؟ معنا على التليفون الأستاذ عصام شيحة، وهو رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور. أعتقد أنه تساؤل مشروع جدا لكثير من الناس، فين المنظمات حقوق الإنسان العالمية، فين المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فين البرلمان الأوروبي اللي كان يدوب قبل هذه الأحداث مطلع بيان بيتكلم فيه عن حقوق الإنسان في مصر؟ خلينا أقول لك أنه منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية اهتمت منذ اللحظة الأولى في الأحداث الجسام اللي حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن هناك فارق بين المنظمات المحلية والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية. خلينا أقول لك الأول أن المنظمات الدولية أدانت ما يحدث، لكن مش بنفس النبرة ولا بنفس السياقة ولا بنفس القوة اللي أدانت بها الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هتلاحظ أن هناك فرق في الإدانات، فرق في الألفاظ، فرق في رؤات في توجيه الاتهامات. يعني اغلب المنظمات كانت بتتحسس كلماتها وبتتحسس بياناتها وهي توجه اللوم للجيش الاسرائيلي او للحكومه الاسرائيليه. على الجانب الاخر هتلاحظ ان المنظمات العربيه والمنظمات الاقليميه والمنظمات المصريه كانت شديده العنف في توضيح الاتهامات والجرائم اللي ارتكبها الجيش الاسرائيلي. كان واضح جدا ان احنا بنتكلم عن جريمه التهجير القسري. وليه ركزنا على جريمه التهجير القسري؟ لانه احنا شفنا تدخلات من جانب المنظمات الدوليه ومن جانب الامم المتحده في انه لما فكرت الدوله المصريه انها تنقل المواطنين من الاماكن العشوائيه الى اماكن صالحه للسكنه، اعتبروا هذا تهجير قسري في الوقت اللي تغفلت فيه المنظمات الدوليه بشكل واضح عن وصف ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من أنه هو تهجير قسري، على الرغم من المطالبات الإسرائيلية الواضحة في تهجير أهلنا في غزة إلى الحدود المصرية أو الحدود الأردنية. على الجانب الآخر هم شافوا على الهواء مباشرة، ما كناش محتاجين أن احنا نوثق، يعني التوثيق واضح على الهواء مباشرة في جريمة الإبادة الجماعية وضرب المدنيين. طبعا. لدرجة ان احنا وصلنا تجاوزنا الرقم اكثر من 6000 مواطن فلسطيني، اغلبهم من الاطفال والسيدات. جرائم الحرب كلها تبقى لاتفاقية جنيف الرابعة ارتكبتها اسرائيل في الاراضي المحتلة. جريمة العدوان ارتكبتها اسرائيل في الاراضي المحتلة. مارست كل اشكال العنف والعنصرية. لكن انا مش عايز اتوقف فقط عند المنظمات الدولية، لكن يبدو للرأي العام العالمي اللي تغير بشكل كبير في الوقت الراهن ضد حكوماته ان مش فقط المنظمات الدوليه هي اللي كانت بتتحسس كلماتها. احنا شفنا الولايات المتحده الامريكيه وهي تستخدم عبارات شديده جدا وتمتنع لاول مره. الاتحاد الاوروبي اللي بيوجه لنا الاتهامات في قضايا صغيره وانتهاكات بسيطه، ان هم كانوا بيشجعوا المعتدي بصفه مستمره على ان هو يزيد من عدوانه. فدي المرة الأولى من سنوات طويلة إنه ما يتمش اتفاق دولي على وقف إطلاق النار. المعروف في كل دول العالم بمجرد ما يحدث كلاس ما بين دولتين أو ما بين عنصرين، إنه أول مطلب مشروع، خاصة لو إن المدنيين هم اللي بيدفعوا الضريبة. الناس شايفة شبح الموت على الهواء مباشرة بيهدد سكان غزة، ومع ذلك المنظمات كانت تدخلاتها، المنظمات الدولية كانت بياناتها ضعيفة، لا تتجاوز اهميه الحدث. لكن ده كله مرتبط بانه الاتحاد الاوروبي يدعو الى هدنه انسانيه، وفي نفس الوقت دول الاتحاد الاوروبي
تدعم إسرائيل وتطالب بحقها المشروع في إبادة حماس. الأزمة داخل إسرائيل شديدة جدا، إنه عدد كبير من الوزراء بيهدد بالاستقالة وبيطالبوا نتنياهو بالاستقالة على اعتبار إن هو فشل. ومع ذلك هنلاقي إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا بيدعموا نتنياهو. إحنا علينا إن إحنا هذه الصورة، أحداث غزة كانت أحداث كاشفة بتؤكد إنه الدولة المصرية دولة حكيمة ودولة حازمة ومسالمة وقادرة على المساهمة في حفظ الأمن والسلم الدولي. دولة بتحفظ التزاماتها، وعايز أقول إنه أحداث غزة كشفت أمرين غاية في الأهمية. الأمر الأول هو الكيل بمكيالين في المنظومة الدولية. الأمر الثاني ازدواجية المعايير بشكل كبير، ليس فقط لدى الدول ولكن لدى أغلب المنظمات. ففي الوقت اللي الاتحاد الأوروبي بيفشل في التوافق حول هدنة إنسانية، نجد إنه ألمانيا اللي عانت بشكل كبير جدا من اليهود ودفعت ضريبة قاسية، هي والنمسا هم أشد الدول دعما. ده يخلينا نسأل سؤال. الدور اللي المفروض تقوم بيه منظمات حقوق الإنسان، هل منظمات حقوق الإنسان دورها يتجاوز التوثيق ودورها يتجاوز اللي بيحصل أو نقل ما يحدث من انتهاكات للمدنيين، ولا ممكن دورها يتجاوز ده بأنها عندها من القدرة على التأثير، غير بقى استخدام الرأي العام، يعني أنها تقدر توقف بشكل أو بآخر ما يحدث من انتهاكات؟ عايز اشكرك يا منى على السؤال. خليني اقول لك بوضوح شديد، المنظمه المصريه لحقوق الانسان اللي بتشرف برئاستها، احنا منذ اللحظه الاولى جمعنا ووثقنا عدد كبير من الانتهاكات، واعدينا عريضه لتقديمها للمحكمه الجنائيه الدوليه، بتشاركنا فيها عدد كبير من منظمات حقوق الانسان المصريه والعربيه والدوليه. على الجانب الاخر، المنظمه العربيه لحقوق الانسان واللي بشرف في عضويه مجلس ادارتها تقدمت بشكوى مباشره للمسؤول عن حقوق الانسان في الامم المتحده. فاحنا لم نترك سبيلا او طريقا الا واتخذناه لكشف وفتح الانتهاكات الاسرائيليه في الاراضي المحتله، وده ربما اللي ساهم بشكل كبير في تغيير الراي العام العالمي. احنا في بدايه الازمه كنا بنتساءل اين الضمير الانساني حول العالم، وكنا بنامل انه يستيقظ الضمير الانساني حول العالم. انا شايف ان في تغير كبير بسبب ما قدمته منظمات حقوق الانسان المصريه والعربيه والدوليه للراي العام العالمي، وده غير، وده كان سبب رئيسي من انه اثر على الحكومات اللي بدات تغير رايها وبدات تطالب بوقف اطلاق النار او ادخال المساعدات او تاكيد انه ما حدث من اسرائيل يخالف كل الاعراف الدوليه. ويكفي ان اقول لحضرتك النهارده ان نيويورك تايمز النهارده في صفحتها الاولى بتاكد انه فيديوهات قصف مستشفى المعمداني بيكذب روايه اسرائيل، وبيأكد انه الصواريخ جت من الجانب الاسرائيلي ما جتش من الجانب عظيم من جانب غزه. طيب. كل ده منظمات حقوق الانسان بتوثقه وبتعرضه على الراي العام العالمي، وبتقدم بيه للمحكمه الجنائيه الدوليه، وبتقدم بيه للامم المتحده. وانا اتصور ان ده دور رئيسي ودور مهم جدا، لانه بيغير من المفاهيم وبيضع الامور في نطاقها الصحيح. طيب، حضرتك قلت انه اللهجه مختلفه شويه في ادانه ما يحدث ما بين روسيا واوكرانيا في اداره ما يحدث حاليا في قطاع غزه، هل ده معناه ان هذه المنظمات مسيسه؟ وان كانت مسيسه، هل من الممكن احنا نعول عليها مستقبلا؟ شوف يا استاذ محمد، المنظمات الدوليه اغلبها مرتبط بدول ارتباط وثيق، لكن احنا بنسعى قدر المستطاع ان احنا نستثمر هذه المنظمات في دعم ومسانده القضايا الحقوقيه والقضايا حقوق الانسان. احنا مدركين انه في ازدواجيه في المعايير، مدركين انه منظومه حقوق الانسان تستخدم في بعض الاحيان للتدخل في الشؤون الداخليه للدول، متاكدين انه بعض المنظمات بتبقى مدفوعه دفع للهجوم على بعض الدول او بعض المواقف. ومع ذلك احنا بيبقى لدينا حرص بحكم ان احنا حقوقيين على ان احنا لا نوجه ادانه مباشره للكل، لكن بنقول ان بعض المنظمات لا تلتزم لا بالمواثيق الدوليه ولا بالاتفاقيات الدوليه ولا بالاعراف الحقوقيه،
في تغطيتها للاحداث، وشفنا ده بشكل واضح جدا. عشان كده مش المفروض ناخد ما يتم رصده كده من غير ما نراجع اللي بيحصل، ومن غير ما ناخد التصريحات المختلفه من كثير من المنظمات اللي قد تكون بتعمل لاغراض مختلفه عن الاغراض المعلنه وهي حقوق الانسان. كل الشكر لعصام شيحه رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع لاميا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الاجتياح البري لقطاع غزة وما ينتج عنه من ضحايا مدنيين كثيرين، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية السعي من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أكد الرئيس السيسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على ضرورة بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتجنب اتساع نطاق التصعيد والعمل على ألا يكون لها تداعيات أكثر من ذلك، مجددا موقف مصر الرافض للنزوح أو التهجير القسري لسكان القطاع. وأضاف الرئيس السيسي أن ماكرون تفهم خطورة فكرة عملية النزوح أو التهجير والخروج من القطاع إلى الأراضي المصرية، ونوه الرئيس السيسي بالتوافق مع نظيره الفرنسي على حل الدولتين، منبها إلى مخاطر غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة بهدف حماية الحدود دفاعا عن الأمن القومي ومصالح مصر، مشددا على أن مصر عبر تاريخها القديم والحديث لم تتجاوز حدودها، وكان كل أهدافها الحفاظ على أرضها وترابها. وخلال تفقده اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة للمدرعة بالجيش الثالث الميداني بمحافظة السويس، أضاف الرئيس السيسي أن الجيش المصري يملك قوة رشيدة، وهذا يعد سمة من سمات الجيش في مصر، وهي البناء والحماية وعدم الاعتداء. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دعم الجهود المصرية من جانب كافة الأطراف المعنية بغية وقف نزيف الدماء والتصعيد الجاري في قطاع غزة. وخلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين على هامش مشاركته في منتدى البوابة العالمية نيابة عن الرئيس السيسي، حث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على التحرك لحل هذه الأزمة ومعالجتها من جذورها، مؤكدا على ثوابت المصرية السعية لإيجاد تسوية شاملة للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين. من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير الشديد للجهود المصرية الحكيمة الهادفة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة وتوليها زمام القيادة لمسار إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، في حين فشل مشروع منافس صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات وسعي مشروع القرار الأمريكي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنة قصيرة للسماح بإدخال المساعدات، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار، حيث صوت لصالح 10 أصوات فقط وامتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت. ثم صوت المجلس على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت روسيا والصين والإمارات والجابون فقط لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 9 أعضاء عن التصويت وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا بالرفض. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط. وخلال اجتماعه مع عدد من الزعماء الدينيين بالكرملين، قال بوتين إن من الخطأ معاقبة نساء وأطفال وشيوخ أبرياء في غزة بسبب جرائم اقترفها أشخاص آخرون، وشدد على أن إراقة الدماء في المنطقة لابد أن تتوقف، مضيفا أنه أبلغ زعماء العالم في مكالمات هاتفية بأنه إذا لم يحدث ذلك فقد يندلع صراع أوسع نطاقا بكثير. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات البرية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال الليل، ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي العملية بأنها أكبر من تلك التي نفذت في السابق،
وتستهدف كافة مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. استضاف حزب الشعب الجمهوري وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة البرنامج الانتخابي للمهندس حازم عمر المرشح لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة. واستعرض المهندس حازم عمر ملامح برنامجه الانتخابي، وبدأ بالمحور الاقتصادي والذي يستهدف من خلاله المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، ثم انتقل في حديثه من المحور الاقتصادي إلى المحور الاجتماعي والذي يستهدف فيه بناء رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والصحة واكتساب المهارات المؤهلة لسوق العمل، فضلا عن توفير حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. جيش مصر بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته هدفه حماية مصر وأمنها القومي. جيش مصر بيستخدم هذه القوة بتعقل ورشد وحكمة لحماية الحدود المصرية والحفاظ على أرضها وترابها. دي رسالة مهمة جدا أكد عليها سيادة الرئيس خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث في السويس. خلينا نتكلم عن رسائل سيادة الرئيس أثناء تفقد إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة مع ضيفنا اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا فندم. الله صباح الخير يا سيدي. طيب، لما نيجي نبتدي بتصريحات الرئيس السيسي اللي قالها امبارح خلال تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، الرسائل دي نقدر نقف قدام إيه منها ونقدر نقول ماذا كان يقصد بها الرئيس السيسي؟ هو البداية طبعا احنا نقول ايه، هو ايه تفتيش الحرب ده اللي يروحه رئيس الجمهورية؟ هو في النظام القوات المسلحة ان التفتيش الحرب دايما اللي بيعمله وزير الدفاع، ده اعلى درجة، ممكن رئيس الاركان، ممكن وزير الدفاع. طب ما نقول اصلا ايه تفتيش الحرب؟ فالتفتيش الحرب ده لما يروحه رئيس الجمهورية بقى فيه شكل تاني. تفتيش الحرب ده هو اعلى مستوى من مستويات الاستعداد القتالي، بيحصل قبل منه، قبل ما اصطف الاصطفاف الاستعراضي ده بيحصل قبل منه حاجات كتير جدا. وطبعا الفرقه بتعمل التفتيش ده كل 4 سنين او كل 5 سنين وممكن كل 3 طبقا للتخطيط اللي بنحطه القوات المسلحه في الاستعداد القتالي بتاعها. اذا كنت مستعجل استعداد قتالي هعمله كل 3 سنين، اذا كان عندي الموضوع مرتخي ما فيش مشاكل 4 5 سنين لانه مكلف. طيب بيحصل قبل منه ايه؟ بيحصل قبل منه تأكيدات القوات المسلحة على مستوى الفرقة دي من ناحية التدريب، سواء فرض أو تكتيك أو تدريب قتالي، من ناحية التأمين الفني، المستوى الفني بتاعها شكله ايه، من ناحية روح المعنوية بتاعها شكله ايه، ناحية استكمال معدات وأفراد عشان أوصل وأعمل اختبار مستوى، بيبقى اللي هو النظام في القوات المسلحة كده بتعمله هيئة تدريب ويطلع انا بقى في الاخر اصطف وتروح التفتيش تفتش على الموضوع ده ويحضره يا رئيس الاركان القائد العام. طب اذا ده بيقول ان الفرقه دي جاهزه انها تطلع للحرب من المكان ده. اذا كان لها مهمه مسبقه هتطلع عليها، هتاخد مهمه جديده هتطلع عليها. النموذج ده حصل مع الفرقه 21 في ليبيا، في على الحدود الغربيه، لما كان حصل التوتر بيننا وبين تركيا في الموضوع دفع المرتزقة ومش المرتزقة والكلام ده، وكان نفس الاسلوب، واستخدم هذا التفتيش الحرب بتاع في 21 في التهديد باستخدام القوة لردع اي حد هيجي ناحيتنا. يبقى التهديد باستخدام القوة مش هستخدمها مباشرة، لكن لما جيت اقول انا جاهز استخدمها رحت عامل مناورة مشابهة بالحرب اللي هتحصل، فبقيت الموضوع نهائي. أنا هنا في التفتيش الحرب ده كان هو معاده، ده الميعاد بتاعه، لكن جه في توقيت توتر في المنطقة من اللي بيحصل في غزة والضرب الغير مبرح الغير غير مبرر اللي بيحصل من إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والمباحثات اللي بتدير والكلام ده، والتوتر على دايرة من دوائر الأمن القومي المهمة اللي هي الدائرة المباشرة اللي هي الجار المباشر، في عنده مشاكل الاثنين مع بعض، يأثر عليا يأثر عليا، وبالتالي لابد ان ناخد قرارات. فدخلنا وسائط في الموضوع، لقينا الجانب الاخر عنده ناس بتنادي بتهجير الناس دي عندنا، يبقى التاثير بقى هيبقى عليها مباشره.
واحنا مش ناقصين صح، هم شعب فلسطين اخواننا وكل حاجه، لكن كل واحد ليه حدوده وليه امكانياته وكلام زي كده في الظروف اللي عايشين فيها دي. وبعدين لو التهجير ده له عائد اهلا وسهلا، لكن ملوش عائد انت هتفقد بيه الارض اللي انت كنت قاعد فيه. فبالتالي اترفض. ومن هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع اعلن كذا مبدا في الاول، وبعدين اجتمع بمجلس الامن القومي المصري وده اعلى سلطه موجوده في مصر، وحط الخمس بنود اللي كان بيقولهم في قرارات المجلس ده. فاصبح الشعب او المجلس هو المعبر عن الشعب، مش راي شخصي للرئيس، لا ده راي الشعب اهو. طيب ما دام ده راي الشعب يبقى اداه تنفيذه اداء وحفظه على هذا الراي او القرارات دي يبقى لازم تكون القوه جاهزه. فبالتالي خد من التفتيش الحرب صوره لجاهزيه تنفيذ امر الشعب. يبقى هنا ده اول رساله، ان اللي بتعمله ده الفرقه دي لو خد فيها قرار حرب لتامين حدودها هيبقى القرار مين؟ الشعب. يعني دي يا فندم دي فرقه واحده؟ لا اللي احنا شايفينه لا ده لا لا طب عشان نفهم بس اكتر الموضوع. لا هو حتى بقول لك هو بيقول لك ده مش تشكيل واحد. ده في كل واحد في كل مكان واحد يعني في الفرقه يعني ما اقصدش اقصد اللي شفناه بالامس ده دي فرقه عندنا اربعه منها عندنا اربعه في اماكن تانية، لكن اللي شفناه امبارح ده كانت فرقه واحده بس. فرقه واحده مظبوط، والفرقه دي انا كنت قائد لواء فيها قبل كده. والله ده اشبه بجيوش في بعض الدول. ما هي لا جيوش كامله. ما هو اصل الفرقه دي تشكيل قتالي كبير مش صغير، انت في 25,000 مقاتل، معداتها بتصل مش اقل من 40 مليار دولار معداتها. لا ده يعني شيء عظيم يعني مش قليل يعني. انا كنت قائد اللي هو الثاني في الفرقه الرابعه، وكنت قائد الفرقه 21 اللي هي في المنطقه اللي كانت في المنطقه الغربيه. فدي عندنا احنا في 21 في المنطقه الغربيه، وعندنا الفرقه السادسه في الجيش الثاني، وعندنا الفرقه التاسعه في القاهره. يعني طيب طبيعه التطور اللي لاحظ بهذه الفرقه بما ان حضرتك كنت موجود فيها قبل كده. هي دي الفرقه دي اول فرقه مدرعه كانت في مصر. كونت في 58 59 كده يعني، وكانت دباباتها لسه بقى من صفقه تشيكي كانت دبابات 54 و55 او 55 يعني. تي 55 الروسي. وبعدين تطورت الفرقه، كانت ثلاث لواءات مدرعه، وبعدين لما دخلنا حرب اكتوبر اعدنا تنظيم القوات المسلحه طبقا للمتطلبات العصر، فبقت لواءين مدرع ولواء مشاه ميكانيكي مع دعمها بقى باللواءات المدفعيه وكان كل اسلحه تتخصص معاها. وبعدين بعد كده تطورت الفرقه بعد كده وبقت 62 تي 62، ثم بعد كده تطورت بقت ام 60 ألف 3 اللي كانت احدث دباء امريكان في التواجد عندنا. ثم النهارده اتسلحت بالام 1 اللي هو المصنع بتاعها عندنا. فانت عندك مصنع الام 1 دي رساله مهمه جدا بقى سياده اللواء. انا امبارح برضو خدت بالي ان في مجموعه من الاليات والمعدات صناعه، في بعضها صناعه مصريه خالصه. أيوه. وفي بعضها صناعه مصريه مشتركه مع عدد من الدول المتفوقه في هذا النوع من التصنيع. لان انت الرئيس عبد الفتاح السيسي لما 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 حط الرؤيه 2030 فحطيت على القوة الدولة الشاملة. وهذه برضو النقط عندنا احنا الادراك فيها قليل يعني، لان احنا مش متعودين على تخطيط استراتيجي طويل الامد. احنا كنا بنشتغل على خطة خمسية زمان. لكن هو الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لا انا ما دمت دارس وعارف واقدر اقرا امكانيات بلدي انت مشتغل صح. فعمل تخطيط استراتيجي 15 سنة اللي هي 2030 وبدأ 2016. لما بقول على قوة الدولة الشاملة يبقى كل قدرات الدولة الشاملة هشتغل فيها. هشتغل في القدره الحيويه، هشتغل في القدره الاقتصاديه، هشتغل في القدره العسكريه، هشتغل في السياسه الخارجيه، هشتغل في السياسه الداخليه اللي هي الحراك المجتمعي جوه المجتمع عندي في ايه، هشتغل في الاعلام، هشتغل في الروح المعنويه، في تكنولوجيا المعلومات. يبقى هشتغل في كل ده. فهو لما بدا يشتغل في القدره العسكريه، القدره العسكريه مش عدد دبابات وعدد صواريخ وعدد كده، لا ده قدرتك على تنميه هذه القدره باستمرار وتحديثها هي القدره العسكريه، دي اسمها القدره العسكريه اللي انا بضيف على العدد ايه من العمل الاخر. فبالتالي هلاقي اني محتاج للانتاج الحربي، محتاج الانتاج الحربي مش هينفع مره واحده لانه غالي. فلازم انتاج مشترك، انقل تكنولوجيا وافتح سوق. يعني مثلا النهارده انت لما بتنتج الفرقاطه اللي انت عملتها مع افريم اللي انت بتعملها مع فرنسا، والانشات السريعه مع، فانت النهارده بتعمل ايه؟
السوق فرنسا عندها السوق موجود بتاعها اصلا. انا لما انتج عندي ابقى انا خطوه للتسويق، يبقى انا لما بنتج في بدايه خطوات انتاجي عندي التسويق ما يوقفش، لان انتاج التصنيع عالي غالي ما كانش له سوق قبل ما ينتج ما يتباعش تبقى خساره. فانت عشان كده بتدخل الانتاج الحربي المشترك. فانا عندي دلوقتي الدبابه الام 1 لما كنت انا مدير سلاح مدرعات لغايه سنه 2003 كنت بطلع الدبابه من مصنع ب 7 مليون دولار، النهارده بتتكلف 25 مليون دولار. مبلغ كبير طبعا. التسليح غالي، فبالتالي انت بدات انا بدات لما كنت موجود مدير كنا وصلنا في التصنيع المشترك ل 30 ل 40%. انا مشيت وهي 70 75%. انا اعرف دلوقتي انها وصلت لغايه 90 95. عظيم. كل دي كانت رسائل ظهرت امبارح في وجود يعني الاسلحه ذات الصناعه المصريه. خلينا ناخد بقى من كلام سياده الرئيس امبارح ونشوف ابرز التصريحات او ابرز الرسائل اللي الرئيس كان عايز يوصلها من خلال التصريحات اللي قالها امبارح. ما هي دي رساله القوه. ما انت ما تشوفي ما فيش بلد من غير قوه هتعيش، وما فيش موقع في الدنيا هيتحمي غير بالقوه، وما فيش سلام في الدنيا هيتحمي غير بالقوه. طب فبالتالي انت لما بتقول الكلام دوت للناس عندنا اللي انا بقوله ده للناس الشعب في مصر فبيفهم ايه الرساله اللي الرئيس كان عايز يبداها له. بيقول لك ده وحده، ده جيشك المتطور باستمرار مش واقف. او مش معنى ساعات بنقف وما بنتكلمش عنه يبقى نام، لا ده متطور وماشي. طب واللي انا بعمله ده النهارده في تفتيش الحرب ده حاجه مخططه جت في وقت أزمة فاستغلناها فتكلمنا فيها. طيب بنقول بقى خارج مصر بنقول إيه؟ إحنا على استعداد لأي حلول ما دامت في تأمين حدودي والأمن القومي بتاعي. ولما بضيف الأمن القومي علشان أضيف البعد الإقليمي طبعا، عشان النهاردة متأثر بالبعد الإقليمي، هل أنا هبقى شريك فيه؟ آه لو كان مؤثر علي، لو مش مؤثر علي خلاص أبقى وسيط. زي ما انت في بدايه الازمه انت وسيطه بين اسرائيل وبين حماس عشان نقدر نحل المشكله، لكن لو اتحدث عليا منها ضرر هبقى شريك طبعا، ادفع عن نفس الضرر. صحيح. وبخدت خطوات الصح متدرج، قلت رايي كرئيس جمهوريه في الموضوع للناس في بدايه الازمه، الناس ما استجابتش، طلعت قرار للشعب من مجلس الامن القومي، ثم بدي المظاهر تنفيذ هذا القرار. صحيح. طيب الجزء الثاني ان انا اكدت في الخطاب اللي قلته ان مهمه هذا الجيش هي مهمه شريفه، وان هو يستخدم فيما يعود على الدوله بالنفع سواء داخليا او خارجيا. وانا عمري ما خرجت من مصر الا لعمل شريف وارجع تاني، لان غير مستعمل. لو انت تشوفي مثلا قوات مصرية خرجت من مصر في اليمن، راحت عشان تثبت الثورة ورجعت، ما عادتش ما استعمرتش اليمن. طب لما راحت قوات مصرية للكويت سنة 1961 عشان كان تهديد من عبد الكريم قاسم للكويت، راحت لغاية ما خلصت التهديد رجعت. لما راحت في تحرير الكويت من 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 غزو صدام كان موجود، رحنا وحققنا المهمة ورجعنا بلدنا تاني ما عدناش. اذا هنا الجيش المصري طول عمره حتى في القديم كان يطلع يحارب في الشام ويرجع تاني، يشيل الخطر ويرجع تاني. اذا هنا الجيش ده بيشتغل لصالح بلده وما بيشتغلش في حته تانية. عشان كده ست ولا عندنا اطماع استعماريه اطلاقا. نعم. رغم ان كان عندي القوه، اصل القوه المفرطه تديكي زهو. طب وعشان هو بقول ما تحسش بانك انت عندك زهو تقوم تعتدي، لا احنا ما عندناش الحته دي، ودي كان بياكدها في الرسائل اللي كان بيقولها امبارح. لكن وضع الخطوط الحمراء دايما مهم يا فندم. طيب. وعشان كده الناس امبارح وهي بتتفرج على هذا الاصطفاف كانت حاسه بالفخر ان احنا دايما عندنا رجال من ذهب زي ما بنقول. لسنا دعاة حرب، ولكن اذا فرضت علينا الحرب فنحن لها. احنا صح. قادرين على ده. وده الكلام اللي اكده الرئيس، ان انا جيش بيعمل بشرف ملوش تطلعات غير حمايه بلده والامن القومي، لان احنا المادة 200 في الدستور بتقول القوات المسلحة ملك الشعب. وهي مسؤولة عن تحقيق أمن الحدود
والامن القومي. يبقى انا عندي مهمتين، الامن الحدودي والامن القومي اساعد في وجوده. والامن القومي بقى اللي مجالاته ممكن يتعدى الحدود الامن القومي. ما هو ما ده من تحت تتاثر، ما انت النهارده موضوع ليبيا مثلا بيجيلك الارهاب من هناك، يبقى انا هنا عندي الامن القومي تهدد اهو، يبقى لازم اروح لمنبع التهديد. ولما تفكر في موضوع الخط الاحمر يقول لك ده شوف انت نفذت الامن القومي ازاي، لان لما قال خط سيرت لما اختار ليبيا 2000 كيلو، اشمعنى انا اخترت خط سيرت اللي على مسافه 1000 كيلو ده؟ لان خط سيرت ده لما تيجي شرقه الارض في ليبيا بتفتح، اصل احنا الجيش كلامنا على الارض لانه قراراتنا على الارض يعني دايما، فالارض بتفتح ثلاث محاور، محور الساحلي، محور الصحراوي، ومحور الجبلي. كلمه محور عندنا في الجيش يعني مكان يحتوي على ثلاث اربع طرق. يعني منطقه تحتوي ثلاث اربع طرق. فانا لو جالي الارهاب وما عملتش خط الاحمر ده وقعدت على الحدود هيجيلي من تسع طرق. مظبوط. طب انا لما عملت خط سيرت وقلت ليجي ناحيته هضربه، يبقى انا بضرب الارهاب في نقطه. قبل ما يتفرع. قبل ما يتفرع. يبقى انا بفكر التفكير استخدام قوه لكن في اقتصاد، وبهدد بها قبل ما استخدمها. يبقى هنا ده اسمه خرجت لنطاق الامن القومي في الجار المباشر بالنسبه لي. لما حققت الهدف خلاص خلص الموضوع. طيب احنا شفنا الرئيس امبارح وهو بيوجه كلامه للجنود، دور ده في ان هو يرفع معنويات الجنود ويحسوا بالعزه ويحسوا بالفخر ويحسوا بالانتماء اكتر واكتر، ويحسوا ان اعلى قياده للجيش بتوجه كلامها مباشره ليهم. شوف احنا عندنا في قوى دوله الشامله اخر اخر قدره فيها الروح المعنويه. لما الروح المعنويه تبقى في قوى دوله الشامله بيبقى رئيس الجمهوريه اللي بيمارسها او اجهزه الدوله في كل القطاعات. فالنهارده من اعظم الاعمال اللي بتتعمل في الجيش ان انا القائد الاعلى للقوات المسلحه او القائد العام او القائد المباشر بيقعد مع جنوده مباشره يشرح لهم الوضع بكل شفافيه ويرفع معناتهم بقدراتهم وامكاناتهم واحساسهم باللي احنا هنعمله. ومن هنا الانسان او الجندي بيحس بالفخر. والقدره المعنويه لما تكون مرتفعه بتطلع عندك طاقه غير طبيعيه. مثلا ساعات بيقولوا بتوع الطب يقولوا الكبد فيه مخزون من السكر بيطلع وقت الازمات، تلاقي الانسان عمل نطه عمل جاريه، ده الروح المعنويه بتعمل كده. لانك انت لو قستيها في حرب اكتوبر ما تتخيليش. انا كنت بدي يعني لقاء عن حرب اكتوبر لطلبه الجامعه وكلام زي كده في كليه من الكليات، فقلت دلوقتي انت عندك اصلاحات بره الجامعه، ففي عربيات بترمي رمل بتنزل رمل عشان هتستخدم في البناء. طب واحد منكم يطلع كده ويطلع فوق الرمل اللي رميته العربيه، لو طلع لقمتها في ثانيه في خطوتين ثلاثه يبقى كلامه صح. خرج ورجع قال لي ما اقدرش اطلع للاخر عشان الرمل سايب. قلت له هو ده بقى الساتر التراب كان كده. طب هنا بقى الجندي المصري لما طلعها مره واحده طلعها ازاي؟ طلعها هو شايل عتاده وهو شايل تموينه وهو شايل تعيينه. هي دي الروح المعنويه. ده المفعول الروح المعنوي. تمام. عدد كبير من الاسلحه شفناها امبارح في هذا الاصطفاف، اسلحه متطوره واسلحه حديثه، لو حضرتك تكلمنا عنها بشيء من التفصيل. هو هنا الذكاء في العرض تفتيش الحرب ايه؟ انك انت بتستخدمه في مهمه سياسيه. فلازم توضح فيها الامكانيات كلها. الفرقه دي بنقول لما تيجي تشتغل في الحرب ده القوات الجويه دي اللي هتدعمها. هيبقى عملت استعراض القوات الجويه. لو بتشتغل جنب ساحل البحريه دي اللي هتدعمها. يبقى ده طب الفرقه دي ممكن وهي بتشتغل يكون عليها هجوم مدرع اعلى من قدراتها. وما انا اجيب لها الطيارات اللي بتضرب الصواريخ المندال اللي هي ضد الدبابات هي موجوده معاها. يبقى اذا جميع انواع الدعم في جميع انواع الاسلحه حتى حرب الالكترونيه كنت انا جايبها موجوده معاها. يبقى ادي شكل الوحده اللي التشكيل ده لما هيحارب يعني بكل ده يا حسب المهمه هيتخفض. دي القدرات بتاعته موجوده، لكنه قادر على التعامل مع الثلاث محاور زي ما حضرتك قلت كده، الساحلي او البري او الصحراوي او الجبل. اوكي على طول ممكن على طول يعني. وهدي الذكاء في العرض. ده الذكاء في العرض، ازاي انا اطلع لك كل امكانياتي في لقطه واحده. ده اكيد
يعني شفنا امبارح حاجة تدعو للفخر وتدعو للعزة وتدعو دايما لتأكيد انتمائنا لبلدنا والجيش بلدنا. كل الشكر ليك اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. شكرا لوجودك. العفو. شكرا جزيلا. العفو. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. الدولة المصرية بتمثل الطرف الأكثر فعالية في دعم القضية الفلسطينية وبتلقى ترحيب كبير عند الشارع الفلسطيني عشان دورها المستمر في خفض التصعيد والتوتر جوه قطاع غزة. الشعب الفلسطيني دايما بيعتمد وبيعول على الدور المصري في الوساطة ووقف العدوان. عايزين نتكلم عن الدور التاريخي لمصر في حماية الفلسطينيين مع ضيفنا دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة اللي منورنا. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. على مر التاريخ ومصر بتقوم بدور مهم جدا تاريخيا وجغرافيا. مصر بتلعب دور مهم جدا في تهدئه الاجواء في فلسطين في خفض التصعيد وليها دوافع عديده يمكن هنتكلم عن ابرز هذه الدوافع: حمايه المقدسات الاسلاميه والدفاع عن القضيه الفلسطينيه، دوافع الامن القومي العربي، الامن القومي المصري، استقرار منطقه الشرق الاوسط ككل. عايزين نستعرض مع حضرتك اهم الملامح في الدور المصري في هذه القضيه. يعني طبعا نشكركم طبعا على الاستضافة. يعني أتصور أنه يعني اللي حضراتكم قلتوه في المقدمة هو قدر مصر. يعني مصر بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ هي أكبر مساند للقضية الفلسطينية، ويمكن على مر التاريخ مصر ضحت على كل المستويات، المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى العسكري والمستوى الإنساني. من 48 لغاية النهاردة كنت تجد اسم مصر دايما مرتبط بالقضية الفلسطينية وأكبر داعم لها، حتى في حالات العدوان اللي كانت بتستهدفها سلطات الاحتلال لأماكن معينة في الأراضي العربية المحتلة كانت مصر هي أول دولة تهرع إلى أنها يعني تعمل وقف إطلاق نار وتسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار ده وتقديم المساعدات الإنسانية حتى لسكان القطاع حين يتعرضون للعدوان. ويمكن الأزمة الأخيرة دي أبرزت هذا الدور التاريخي اللي مصر لم ولن تتخلى عنه. أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذ محمد أنه مصر لم ولن تتخلى أبدا عن دعم الفلسطينيين على كل المستويات. ويمكن يعني هذا الدعم يظهر أكثر من صورة. يعني فكرة الاتصالات السياسية اللي أجرتها مصر من أول لحظة الحقيقة، سواء من خلال اتصالات هاتفية أو من خلال استقبال الزعماء، الرئيس السيسي الحقيقة قام بمجهود كبير جدا في الاتصال مع الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية منذ اللحظة الأولى اللي اندلع فيها هذا الصراع لمحاولة يعني احتوائه بدرجة كبيرة ومحاولة عدم توسيع رقعة الصراع والدعوات المتتالية لوقف العدوان من سلطات الاحتلال على قطاع غزة. كمان هنا ما ننساش الدور الإنساني، فكرة المساعدات الإنسانية المقدمة عبر معبر رفح والإصرار المصري على إدخال هذه المساعدات، لأنه بالتأكيد الحالة التي يعيشها سكان قطاع غزة تحتاج بالفعل إلى هذا الإصرار المصري الواضح بدرجة كبيرة جدا. كثير جدا من الاتصالات بتبذل، كثير جدا من المحاولات لدى القوى الدولية المؤثرة على إسرائيل لوقف العدوان. ده كله بيؤكد الحقيقة أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة، أن مصر هي الدولة المفتاحية لتسوية أي صراع في المنطقة، وفي مقدمتها بالتأكيد القضية الفلسطينية. يعني مش عايزين نذكر أمثلة أخرى حوالينا طبعا في ليبيا في السودان وغيرها، ولكن القضية الأبرز هي القضية الفلسطينية. حضرتك أشرت إلى مسببات كثيرة جدا، أهم مسبب هو حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على القضية الفلسطينية من محاولات التصفية اللي بتقوم بها سلطات الاحتلال بأكثر من صيغة. ويمكن تعرضت مصر لضغوط كثيرة جدا من بينها الدعوات الخاصة بفكرة نزوح السكان قطاع غزة إلى سيناء. منذ اندلاع الحرب ومنذ الهجوم الإسرائيلي على أهالينا في قطاع غزة، احنا شايفين انه في انحسار للدور اللي بنشوفه كانت او بتحاول تزعم كثير من الدول انها بتقوم بيه. احنا مش شايفين حد فعلا منخرط في القضية قد المصريين او قد القيادة السياسية المصرية، في شكل مختلف للانخراط. هل ده لان دي قضية من ضمن العقيدة المصرية منذ قديم الأزل، ولا ده بسبب أن الدولة المصرية منخرطة جدا في الملف وهي القادرة فعلا على سبر أغواره؟ شوفي، سؤال حضرتك مهم جدا. عايز أكد لك أنه لا تستطيع أي أطراف إقليمية أو دولية أن تسحب البساط من تحت مصر. مصر هي صاحبة القضية؟ طبعا في هذه القضية طبعا هي صاحبة الريادة في هذه القضية الفلسطينية وغيرها من بؤر الصراع في المنطقة. مصر بتمتلك حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولانية هي أن لها مصداقية لدى الأطراف اللي ممكن تتصارع في دول الجوار.
لها مصداقيه كبيره جدا. مصر ازاي اكتسبتها يا فندم؟ ازاي اكتسبت هذه المصداقيه؟ اكتسبت عبر سنوات. لانه الحاجه الثانيه بقى هي اللي خلتها تكتسب هذه المصداقيه الحقيقه يا استاذ محمد، ان مصر دائما حين تتدخل للتهدئه والتسويه ليس لها اجندات خاصه. مصر ما عندهاش اجندات بتسعى اليها، مصر لا تسعى للتدخل في الشؤون الداخليه للدول، وانما تسعى دائما الى التهدئه وافساح المجال للسلام والتنميه. هي دي المصداقيه اللي اتكررت نتيجه ظهور مصر ودورها الإقليمي في أكثر من صراع وأكثر من قضية، وأبرزها القضية الفلسطينية. أطراف كثيرة جدا تساهم وهي أطراف مشكورة، ولكن الريادة دائما للقيادة المصرية وللدولة المصرية في هذه القضية على وجه الخصوص. والسبب الثالث بقى في خصوصية القضية الفلسطينية أن مصر لها تشابكات كثيرة جدا مع كافة الأطراف في هذه القضية وكافة الفصائل والسلطة الوطنية، وبالتالي لها بالتأكيد ثقل كبير جدا ورأيها دائما يحترم. الحاجة الرابعة أنه عندنا نماذج كثيرة جدا نجحت فيها مصر في تثبيت تهدئة معينة، وقف عدوان معين، تقديم الدعم الإنساني. كل هذه المحاولات بتؤكد دوما أن مصر في مقدمة الريادة لمحاولة تسوية هذه القضية. عظيم. نيجي للجانب آخر وهو مسألة الضغط لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. مصر منذ اللحظة الأولى كانت بتتكلم في هذه النقطة. بعض الدول الأوروبية كان كل تفكيرها رايح للصراع وكيف تدعم إسرائيل للقضاء على المقاومة الفلسطينية، وما كانش في حد بيتكلم في البداية من الدول الأوروبية عن هذه النقطة تحديدا وهي إدخال المساعدات الإنسانية. لكن خلال الفترة اللي فاتت ومع الضغط المصري وزيادة الحديث المصري، خاصة مع الضيوف كمان اللي بيجوا لمصر والمسؤولين اللي قاموا بجولات في الشرق الأوسط لهذه القضية، بدأت الدول هي كمان تغير من رأيها في هذه النقطة تحديدا في ضرورة إقرار هدنة وإدخال مساعدات. شوف، النقطة دي حقيقة نقطة مهمة، لأنه بالفعل الإصرار المصري قيادة وشعب ومنظمين حتى للمساعدات الإنسانية واعتصامهم أمام معبر رفح، ده كان عامل ضغط كبير جدا لقبول دخول المساعدات. ويمكن الاتصالات اللي قامت بها القيادة السياسية نجحت بالفعل في أن تضغط على إسرائيل للسماح بدخول هذه المساعدات، لأنه المسألة تجاوزت بكثير الحقيقة يا أستاذ محمد فكرة الرد الانتقامي من هجمات تعرضت لها تل أبيب. المسألة دخلت في طور حرب إبادة جماعية ومحاولة حقيقية للضغط على السكان لترك أرضهم وترك منازلهم إلى مناطق أخرى، سعيا لتنفيذ مشروع توسعي استيطاني إسرائيلي. من هنا الحقيقة مصر حصرت هذا المشروع، سواء من خلال تقديم المساعدات لاستمرار صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، وده كان تكرار حتى لدعوات القيادة السياسية المصرية بأن الفلسطينيين لابد أن يكونوا صامدين في أرضهم، لكن لابد كمان أن احنا نوفر لهم مقومات الحياة. المسألة هنا ليست بقى عمليات قتل فقط، لا، المسألة هنا لابد أن يكون فيها إطار إنساني واضح تماما. كثير من الدول اقتنعت بهذا الكلام، ولكن ما تزال حتى الآن ترى أن لإسرائيل زعما حق الدفاع المشروع عن النفس، وده الحقيقة يثير حالة من حالات الدهشة والاستغراب. يعني تجيش الجيوش والحاملات الطائرات والدعم والزيارات المستمرة على المستوى السياسي من قيادات العالم كله لتل أبيب في عز هذا الصراع الحقيقة غير مفهوم وغير مبرر، لأنه لا ينظر إلا بانحياز أعمى وعين عوراء الحقيقة لما يحدث في المنطقة ككل. لا يخفى على أحد التكثيف التحرك الدبلوماسي اللي كان بيحصل للدولة المصرية في الخارج في الفترة السابقة، يمكن نجني ثماره الآن في حل القضية الفلسطينية أو في تخفيف الضغط على أشقائنا في غزة؟ طبعا التحرك الدبلوماسي كان تحرك يعني واعي الحقيقة، وله خطوات ثابتة الحقيقة للدعم القضية في كل المحافل الدولية. ويمكن الرئيس السيسي في زياراته المتعددة دايما بيدعو إلى أمر مهم الحقيقة، فكرة الحل السياسي لهذه القضية، وأن بؤرة الصراع هي استمرار الاحتلال الإسرائيلي. يعني تأكيد القيادة السياسية المصرية على هذا الأمر في كل المحافل تمام لقى صدى كبير جدا، ولكنه لم يلقى أذن صاغية من إسرائيل، وكان نتيجته ما نشهده الآن من حالة الانفجار اللي موجودة. يعني البعض يظن أنه حالة الانفجار اللي حصلت دي حالة مفاجئة، لا، هي حالة الحقيقة متراكمة لسنوات طويلة كان أساسها هو فكرة استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستمرار العدوان الإسرائيلي على أراضٍ عربية. الدعوة المصرية دائما هي دعوة للسلام، هي ليست دعوة للحرب، هي دعوة للبناء والتنمية، هي دعوة لأن تحيا الشعوب في سلام من خلال حل الدولتين اللي احنا كنا بنتكلم عنه. لكن للأسف الشديد ما قامت به سلطات الاحتلال نسف كل تصور لحل سياسي قريب فيما يتعلق بحل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية. قد نحتاج لوقت طويل جدا حتى نستعيد هذا الأمر. طيب، وإحنا برضو لسه بنتكلم عن الدور المصري، أنطونيو جوتيريش في زيارته لمصر كان ممكن أن يقتصر فقط على المؤتمر الصحفي اللي عقده في القاهرة وما يروحش للمعبر، وأنا شايف أن دي خطوة كانت مهمة جدا أن يكون هناك، لأن
في رسالة مهمة توصل للعالم كله بأنه هو موجود عند المعبر وشايف طبيعة الوضع عامل إزاي. ده تأثيره إيه على اقتناع برضو بعض الدول في إدخال ضرورة إقرار هدنة وإدخال المساعدات، وكمان كلمته في مجلس الأمن وإقراره بأن ما فعلته المقاومة كان نتيجة 60 سنة من الحصار الخانق على قطاع غزة؟ الحقيقة السؤال ده على مستويين. المستوى الأول أنه يعني مباحثات جوتيرش في القاهرة وزيارته لمعبر رفح وحتى كلمته في يعني الأمم المتحدة، ده كان نتيجة الاتصالات المصرية المكثفة ونتيجة قدرة القيادة السياسية المصرية على نقل الصورة الصحيحة، وأن هناك حرب إبادة بالفعل تمارس ضد الفلسطينيين وليس مجرد صراع عسكري، لأنه إظهار حتى الصور اللي كانت بتستهدف بها طائرات الاحتلال أهداف مدنية وأبراج سكنية، تمام، ومناطق يعني أهلة بالسكان مش مناطق عسكرية. كل ده الحقيقة أعتقد أنه هو أثر لدى جوتيرش، ويمكن ده كان له تأثيراته السلبية لدى الغرب. يعني زي ما شفنا كده كان هناك اتهامات توجه لجوتيرش بأنه لا يحيا في هذا العالم، هو مش عارف إيه اللي بيحصل حوالينا. ده نوع من التضليل والزيف الإعلامي. وهنا أشير إلى حاجة مهمة الحقيقة يا أستاذ محمد، أنه الإعلام الغربي لعب دور سيء للغاية الحقيقة في تزييف الحقائق ولي عنق الحقائق، وصور إسرائيل يعني وهي الجلاد على أنها هي الضحية، فكرة قتل الأطفال واغتصاب النساء، حين لا يسأل الآخرون مثلا عن الأسرى الفلسطينيين اللي قضوا عمرهم كله في السجون الإسرائيلية، عن الشهداء الفلسطينيين اللي بيسقطوا كل يوم، عن الأطفال اللي بيسقطوا كل يوم والنساء اللي بيسقطوا كل يوم. كل ده الحقيقة الدور المصري كان بارز فيه، سواء من خلال الاتصالات السياسية أو من خلال حتى الرد على الزيف الإعلامي اللي بتمارسه بعض القنوات في الوقت الحاضر. شفنا ازاي الدولة المصرية نجحت في انها على الاقل تضع الدول امام مسؤوليتها، يعني حتى وان كان شفنا العديد من الدول بتغير خطابها، او يعني لو بنقول باللغة الدارجة بتسمع كل واحد اللي هو عايزه، شفنا تغير في المواقف. يعني شفنا قبلها اول امبارح الرئيس ماكرون في زيارة لإسرائيل او لهناك، و زي تغير الخطاب على الأقل الإنساني بعد ما قال أنه هيبعت طائرة مساعدات وهيبعت سفينة مساعدات، برغم التصريحات السابقة اللي كانت بتدعم إسرائيل بمنتهى الصراحة. في بالتأكيد الإلحاح المصري والضغط المصري وكثافة الاتصالات المصرية لعبت دور مهم جدا في تحويل دفة تصريحات كثير من القادة والزعماء، ويمكن كان أقربهم زي ما حضرتك أشرت كده بحق الرئيس ماكرون حين كان في القاهرة قادمة من الأردن وقادمة قبلها من تل أبيب. والحقيقة أنا يعني ببقى مصر أن أنا أشير إلى أنه القيادات الغربية تزور تل أبيب في منهج غريب جدا الحقيقة، لكنها تأتي إلى القاهرة وتستمع الحقيقة من القيادة السياسية الصورة الصحيحة. للأسف الشديد ما ألمحه من تحويل دفة يعني التصريحات الغربية إن المسألة بتختزل في مجرد أن فلسطين هي قضية إنسانية. لا، فلسطين هي طبعًا قضية سياسية طبعًا بامتياز. يعني حتى لا نحول القضية إلى مجرد تقديم مساعدات إنسانية طبعًا. لا، هي قضية سياسية بامتياز، شعب يبحث عن دولته وعن أرضه المغتصبة من سنوات طويلة، هي ليست فقط مجرد تقديم مساعدات على أهميتها للحياة، ولكن أيضا لابد أن نصل إلى حل سياسي قائم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية يعيشان جنبا إلى جنب. أنا أتمنى أنه الفترة المقبلة نشهد فيها بقى إقرار بالحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وليس فقط اختزال المسألة في مجرد تقديم مساعدات أو حتى مراعاة الظروف اللي بيحيا فيها الفلسطينيون التي لا يستطيع أي شعب الحقيقة إنه يحيا فيها. طب حضرتك شايف إن التصعيد الأخير ده من شأنه إنه يساعد في حل الدولتين؟ والله بص، يعني الدعم الغربي المستمر والمنحاز لإسرائيل والداخل الإسرائيلي كمان، ورغبات يعني الجيش والحكومة في إسرائيل إنه يعني تحافظ على ماء وجهها بعد حالة الانهيار والارتباك اللي أصابها في 7 أكتوبر، بيخلي المسألة تتجه إلى مزيد من التصعيد. أكتر من كده حقيقة يا أستاذ محمد، أنت تشهد حتى التحركات السياسية في المنظمات الأممية من خلال قرارات بتقدمها مثلا الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لا تدعو إلى وقف إطلاق النار. صحيح. يبقى أي حديث عن حلول سياسية في الوقت الحاضر غير مقبول، لأنه لا يمكن أبدا تبدأ نقطة السياسة إلا حين يتوقف إطلاق الرصاص، حين يتوقف العدوان اللي بتمارسه سلطات الاحتلال على قطاع غزة وعلى سكان قطاع غزة الفلسطيني، وهو ما يسعى الجانب الإسرائيلي ألا يحدث حتى لا يضطروا إلى الجلوس لمائدة المفاوضات ويبتدي بقى صوت العقل يظهر.
هي مش بس فكرة صوت العقل الحقيقة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه هناك خطة مستمرة من سنوات الحقيقة بتحاول من خلالها إسرائيل يعني تهجير سكان القطاع علشان توسع مشروعها الاستيطاني. دي كانت فرصتها النهاردة الحقيقة. صحيح. ويمكن استمرار العدوان ده هو تأكيد على محاولة تنفيذ هذه الخطة. المسألة ليست بقى تدمير بنية حماس وقدرات حماس على صعوبتها. صحيح. لا، الحقيقة المسألة أبعد من ذلك بكثير، هي محاولة إعادة هيكلة المنطقة ككل. لكن تظل مصر بكل مؤسساتها وبكل قوتها داعمة للقضية الفلسطينية. كل شكر ليك دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا يا فندم. أشكرك فندم، شكرا جزيلا. طبعا امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس الفرنسي، وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك تم خلاله التأكيد على أهمية حل الدولتين وبذل مزيد من الجهود لاحتواء الأزمة في غزة. الرئيس الفرنسي وجه الشكر للدولة المصرية على الجهود اللي بتبذلها في هذا الإطار، وأكد على أهمية حماية المدنيين، وقال إنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بلا عوائق. عايزين نتكلم عن انعكاس هذه الزيارة على الموقف الأوروبي تجاه ما يحدث في قطاع غزة. معنا على التليفون الأستاذ أيمن النصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير أستاذ محمد، أستاذ زميلنا، مبسوط أن أنا معاكم النهارده. صباح الخير، تشرفنا بحضرتك يا فندم. عايزين تعليق من حضرتك في البداية على زيارة الرئيس الفرنسي لمصر ولقائه مع رئيس السيسي. هو الحقيقة من وجهة نظري هي زيارة فرنسا للمنطقة بشكل عام في جزء منها ظاهر ومعلن، وجزء له اغراض واهداف سياسيه على المستوى الخارجي والمستوى الداخلي. الجزء المعلن هو طبعا محاوله تهدئه الاوضاع في المنطقه، رغبه من ايمانويل ماكرون لايجاد دور فرنسي في الازمه، خصوصا ان فرنسا دوله ليست صغيره، هي دوله من 5 دول دائمه في عضويه مجلس الامن، اكبر دوله في دول الاتحاد الاوروبي، ومن 6 دول اسست الاتحاد الاوروبي. الحقيقه انه في كمان اسباب غير معلنه، هناك في اسباب سياسيه منها الداخل، هو يتعرض لهجوم وانتخابات لاذعه من الشارع الفرنسي بعد ان رفض مشروع التصرف، لم يتبنى مشروع التصرف الفرنسي من انجلترا. في انتقادات لاذعه من الشارع الفرنسي، خصوصا عندنا جاليه، في جاليه فرنسا 6 مليون عربي بيمثلوا حوالي 8% من اجمالي السكان، ودول بدا يبقى فيه مع يعني مع زياده الضربه وطول الامد. احنا هنا بنتكلم على في غضب شعبي داخل فرنسا بشكل كبير جدا، ممكن ان يتحول الى ضغط شعبي مظاهرات حاشده، لانه كمان في ظل قرارات تصب بشكل واضح في مصلحه وامن اسرائيل، منها زي ما قلنا رفض تبني مشروع القرار الروسي والبروسي. خليني اقول لحضرتك كمان ان هو عنده تجربه قبل كده على المستوى الداخلي، لا يريد ان يكررها في 2018 عندما شارك 300,000 في ما يعرف بحركات السترات الصفراء، وده اثر على فوزه بشكل او باخر في 2022 بعد يعني جوله اعاده مع ماريان لوكا. فاحنا هنا بنتكلم على اهداف معلنه، ولكن هناك في هدف سياسي داخلي هو لا يرغب ان يحصل هجوم عليه من الشارع الفرنسي، بقى في عدد كبير جدا خصوصا الوضع الاقتصادي، مش عايز يعمل ضمان انواع الاغلاق، مش عايز يعمل حظر تجاري كل هذه. طبعا الزياره في البدايه يجب ان تكون لاسرائيل، وبتبقى رساله واضحه دائما الدعم المطلق لكيان الصهيوني، ورساله واضحه هي للاسف الشديد تبني سياسه الولايات المتحده الامريكيه في الحفاظ على امن اسرائيل. دائما هناك للاسف الشديد تبعيه كبيره جدا من دول الاتحاد الاوروبي، فرنسا، المانيا، انه تتبنى سياسات فيما يتعلق في اتفاق الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه. والحقيقه كمان ان اسرائيل بتقيد لعب الضحيه بشكل كبير جدا، يعني النهارده هو انت لما اروح اتسلم وتمشي لا طبعا اكيد هتدفع، اكيد احنا النهارده تعرضنا لخسائر اقتصاديه كبيره ونحتاج الى الدعم العسكري ونحتاج الى الدعم المادي ونحتاج الى الدعم المعنوي من خلال استخدام وسائل الاعلام. يعني الزياره ممكن هو كان يتجنبها بشكل او باخر، ولكنها طلبت وهي مطلوبه وسوف يقدم، لن تكون مجرد زياره، سوف تكون من الجانب المعلن هو التاكيد على امن وسلامه اسرائيل الى جانب الاستفاده من الدعم السياسي والعسكري والاعلامي. طيب هل زياره ماكرون والموقف الفرنسي بيتحدث فقط عن نفسه ولا بيتحدث كممثل عن الاتحاد الاوروبي؟ هل هناك توافق في الموقف وفي السياسه ما بين فرنسا والاتحاد الاوروبي، ولا هي ممثله فقط لفرنسا؟ اعتقد بشكل كبير جدا السياسه الفرنسيه تمثل بنسبه 50% بسياسه الاتحاد الاوروبي، لانه احنا لما قلنا مشروع القرار مع انجلترا كمان رفضت، وهي دوله كبيره في اوروبا، هي مش عضو في الاتحاد الاوروبي لكن احد اهم دول
في اوروبا، لا يمثل بشكل كبير جدا الاتحاد الاوروبي. وللاسف الشديد يعني وجود قوه كبيره واحده ده ادى السياسي في المنطقه واثر بشكل كبير جدا على المواقف السياسيه، وخلانا مفكرين في هذا الموقف فيما يخص ما يحدث في غزه. عندما سقط الاتحاد السوفيتي توسلنا في الاتحاد الاوروبي ان يكون قوه سياسيه تستطيع ان تحدث هذا التوازن، لكن للاسف الشديد هذا التوازن غير موجود بالمره، لان هناك تبعيه ولا تستطيع دول الاتحاد الاوروبي ومنها اكبر دولتين المانيا وفرنسا ان تعارض بشكل او باخر. واحنا بنتكلم كلام منطقي، واكيد احنا شفنا مواقف من الحرب روسيا واوكرانيا من هذا الموقف، يعني احنا ما شفناش موقف قوي ومحترم يرفض صراحه ما يحدث في اسرائيل، على غرار الموقف المصري مثلا في مؤتمر السلام عندما قالها السيد رئيس الجمهوريه صراحه يجب ان يتم وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانيه والجيوش على المفاوضات. احنا هنا بنشوف ان للاسف الشديد كلها تصريحات انه ما يحدث انها مجموعه من الارهابيين، انه يجب على الجانب حماس حماس ان يحاسبه بشكل او باخر، انه يعني حتى التصريحات للاسف الشديد هي التصريحات تصب بشكل كبير جدا في مصلحة إسرائيل إلى جانب أنها تمثل بشكل كبير سياسة الاتحاد الأوروبي. خلينا أقول لحضرتك أنه كمان زيارة الأردن هي مهمة جدا قبل زيارة الرئيس الفتحي، لأنه الأردن لها علاقات معقدة جدا ومتشابكة مع إسرائيل، هي بتستضيف أكثر من 2 لاجئ فلسطيني بعد حرب 48 و 47. تاني دولة بتوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في 94، حدودها مباشرة وكبيرة مع إسرائيل 238 كيلو. هو هنا كان موجود كمان برضه لأمن إسرائيل لتهدئة الجانب الأردني وتطمينه لتحييد دوره بشكل أو بآخر، ويمكن في حوار الغرف المغلقة طلب منه أن يقدم الدعم للجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر، لكن الحقيقة الموقف الأردني يحترم. النهارده تصريحات الملك عبد الله كانت واضحة وحازمة، ضرورة تضافر الجهود الدولية إذا كانت تريد الدولة القنصلية إن هي يكون لها دور حقيقي، يبقى تتوسط لوقف إطلاق النار وفتح ممرات امانه لدخول المساعدات الانسانيه صحيح. وبدء المفاوضات السياسيه. يعني احنا هنا بنتكلم على ايه؟ ان انت جاي النهارده عشان تهديني وتحيزني؟ لا، الموقف الاردني الحقيقه موقف واضح، وبالمناسبه هو موقف داعم بشكل كبير جدا للدوله المصريه، احد اهم المواقف العربيه الحقيقه صحيح. واضح يا استاذ ايمن، وثابت على طول الخط زي ما بنقول، وكان في توافق مصري فرنسي على رفض التهجير امبارح، ودي رساله قويه جدا ان تصل للاتحاد الاوروبي وللعالم كله. شكرا جزيلا استاذ ايمن نصري، رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان في جنيف. مشاهدينا الساعه دلوقتي 9 بتوقيت القاهره، معادنا مع موجز لاهم الانباء مع لميا، اتفضلي لنا. شكرا لك منا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الاجتياح البري لقطاع غزة وما ينتج عنه من ضحايا مدنيين كثيرين، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية السعي من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أكد الرئيس السيسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على ضرورة بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتجنب اتساع نطاق التصعيد والعمل على ألا يكون لها تداعيات أكثر من ذلك، مجددا موقف مصر الرافض للنزوح أو التهجير القسري لسكان القطاع. وأضاف الرئيس السيسي أن ماكرون تفهم خطورة فكرة عملية النزوح أو التهجير والخروج من القطاع إلى الأراضي المصرية. ونوه الرئيس السيسي بالتوافق مع نظيره الفرنسي على حل الدولتين، منبها إلى مخاطر غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة بهدف حماية الحدود دفاعا عن الأمن القومي ومصالح مصر، مشددا على أن مصر عبر تاريخها القديم والحديث لم تتجاوز حدودها، وكان كل أهدافها الحفاظ على أرضها وترابها. وخلال تفقده اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بمحافظة السويس، أضاف الرئيس السيسي أن الجيش المصري يملك قوة رشيدة، وهذا يعد سمة من سمات الجيش في مصر، وهي البناء والحماية وعدم الاعتداء.
استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، في حين فشل مشروع منافس صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات. وسعى مشروع القرار الأمريكي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنات قصيرة للسماح بإدخال المساعدات، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار، حيث صوت لصالحه 10 أعضاء فقط، وامتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت. ثم صوت المجلس على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت روسيا والصين والإمارات والجابون فقط لصالح مشروع القرار، بينما امتنع 9 أعضاء عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا بالرفض. ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجمات الانتقامية التي شنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، قال بايدن إنه سيضاعف التزامه بالعمل على حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، وشدد على أن هجمات المستوطنين هي بمثابة صب البنزين على نيران المشتعلة بالفعل في الشرق الأوسط. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط. وخلال اجتماعه مع عدد من الزعماء الدينيين بالكرملين، قال بوتين إن من الخطأ معاقبة نساء وأطفال وشيوخ أبرياء في غزة بسبب جرائم اقترفها أشخاص آخرون، وشدد على أن إراقة الدماء في المنطقة لابد أن تتوقف، مضيفا أنه أبلغ زعماء العالم في مكالمة هاتفية بأنه إذا لم يحدث ذلك فقد يندلع صراع أوسع نطاقا بكثير. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات البرية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال الليل، ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي العملية بأنها أكبر من تلك التي نفذت في السابق، وتستهدف كافة مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب ما بين 50 إلى 60 آخرين في إطلاق نار عشوائية في مدينة ويستون بولاية مين الأمريكية. وقالت شرطة ولاية مين إن شخصا أطلق النار في الويستون وجاري القبض عليه، فيما طلب رئيس البلدية مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. خلاص الأسبوع الثالث من الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة أوشك على الانتهاء، وما زالت إسرائيل وقوات الاحتلال بتوجه ضربات قوية جدا إلى الداخل الفلسطيني، كل تأثيرها على المنازل، على المستشفيات، على المدنيين العزل، ولكن لا تستطيع توجيه ضربة قوية للمقاومة، وفي المقابل نفس المكان اللي بتستهدفه إسرائيل بيطلق منه ضربات من المقاومة. الضربات اللي بتوجهها المقاومة الفلسطينية بينت وأظهرت للعالم كله عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على وقف هذه الهجمات، والإعلام الإسرائيلي بدأ يتكلم عن حالة الانقسام الداخلي والخلاف ما بين نتنياهو والجيش، وده في حد ذاته طبعا بيضعف موقف الجيش الإسرائيلي ونتنياهو أمام المقاومة الفلسطينية واللي بتدافع عن أرضها وبتقدم في سبيل ده تضحيات كبيرة للغاية. خلينا نعرف التفاصيل أكتر عن حالة الانقسام، وكمان إيه الأضرار الناتجة عن استمرار القصف على غزة وبعض المناطق الفلسطينية. خلينا نرحب في فقرتنا النهاردة بطارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بحضرتك منورة. أهلا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. طيب بداية، لما نيجي نتكلم عن الانقسام داخل إسرائيل، إحنا عايزين نعرف ماذا يحدث بين الجيش وبين نتنياهو. جميل. بداية تحياتي ليكم ولفريق العمل ولكل المتابعين. يعني هذا الانقسام نتيجة الفشل والإخفاق، دائما الفشل والإخفاق بيبقى يتيم، النجاح هو اللي ليه أكثر من أب ومسؤول وراعي، لكن الإخفاق والفشل كله بيتنصل من المسؤولية، ودائما يبقى فيه هذه الحالة من اليتم. لكن يعني فيما يتعلق بالاجتياح البري المتوقع لقطاع غزة، نتنياهو واضح أنه في جبن، في إحجام، لأنه هتبقى يعني الخسائر فادحة والفواتير باهظة. هل هو متوقع ولا هو معلن فقط أنه سيتم الاجتياح وهو مرجأ؟
لا هو وكل يعني كل بين الفينة والأخرى سيتم الاجتياح، سيرجى الاجتياح يومين، طب سيلتقي بجو بايدن، طب حتى يتم الإفراج عن بعض الرهائن، كلها حجج، لكنه في تلكؤ وتخبط وتخوف من ذلك الاجتياح، لأنه العناصر عناصر المقاومة عندما هاجمت يعني كانت لها هذه النجاحات، فما بالك في موقف الدفاع طبعا. في موقف الدفاع سيكونوا أقوى، وهم متخندقين في أنفاقهم وسيكبدونهم أضرار لا قبل لهم بها، خاصة أن الجيش الإسرائيلي واضح أنه يعني هو ناجح شاطر في الضربات الجوية، في يعني من داخل الدبابات والجدر المحصنة، لكن في الالتحام البشري في عندما يتواجد على أرض المعركة هو بائس، أداؤه ضعيف، أداؤه شديد التواضع، ده واضح، فذلك فيها ذلك التخوف. وفي نفس الوقت الجيش الإسرائيلي عايز يقوم يعني يقوم بهذه العمليات سريعا حتى يعني يلملم أشلاء ما تبقى له من بقايا الكرامة. نعم عظيم. طيب في تطور نوعي في أداء المقاومة في هذا الحرب إذا ما قرنت بالحروب السابقة أو بالعمليات السابقة التي كانت تنفذها المقاومة، وكان رئيس الأركان الإسرائيلي كان قال تصريح بعد أسبوع بالضبط من هذه الحرب، وقال أنه الوتيرة اللي ماشية بها المقاومة تؤكد أنها ستطيل أمد الحرب. هل بتتفق معاه أن الحرب ما زالت مستمرة وأنه المقاومة قادرة على الصمود؟ المقاومة يعني أكيد خططت، لأنها خططت ونفذت ونجحت وقامت بعمليات تعتبر يعني معجزة على المستوى الاستخباري، على المستوى العسكري والأمني، على المستوى المستويات السياسية، وأتصور أن ذلك الأمر يعني مرده إلى الآتي، مرده إلى العقيدة، إلى الإيمان، وأتصور أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام ما حدث في عمليات 7 أكتوبر، ولكن كل ذلك له مردود وله يعني هزات عنيفة ومردود سلبي على الروح المعنوية للعناصر القتالية في الجيش الإسرائيلي، لأنه بدل الكل أن الضعف يتغلب على القوة. نعم الضعف الفلسطيني ينتصر على القوة الإسرائيلية، وكأن يعني وكأن قوة الضعف لا تنتصر على ضعف القوة، فشيء عجيب. وأتصور أن يعني تلك القلاع المحصنة وتلك الدفاعات الأمنية، مقلاع داود، باتريوت، القبة الحديدية، يعني الخيمة الأمنية الإسرائيلية تتطاير أوتادها وتدا أمام المقاومة، مقاومة استطاعت أن تخطط وتنفذ بنجاح، وكل ذلك له يعني مردوده بشكل كبير جدا على نفسية العنصر البشري في الجيش الإسرائيلي، خاصة الآتي أن هذه المعجزة التي تحققت تبين أنه يعني مهما كانت معدات وأسلحة متطورة وتكنولوجيات، ففي نهاية المطاف المعول عليه هو العنصر البشري. العنصر البشري هو الأساس. صحيح. فما أرخص المعدات والمهمات والترسانات والدفاعات والتكنولوجيات وما أغلى الرجال، وهذا ما أظهره المقاوم الفلسطيني في هذه العمليات. لكن إسرائيل الآن كل ما تستطيع أن تفعله هو أن تقتل المدنيين، هو أن تقصف البيوت على ساكنيها، هو أن تقتل الأطفال. فخامة الرئيس السيسي البارحة عندما التقى بإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قال الأعداد القتلى الشهداء ما يربو على 6000، نصفهم تقريبا من الأطفال. يعني هذه البراءة تدفن تحت الركام، يعني هذه البراءة يعني ستسأل يعني بأي ذنب وئدت تحت هذا الركام، وأين بقى دموع كيربي عندما كان يعني يزعمون كذبا وبهتانا وتبين هذا التزوير وذلك التدليس أنه إسرائيل قتلوا وطلع ده كذب. طب احنا بقى شايفين القتلى في المشفى وفي المسجد وفي الكنائس والأطفال، أين الدموع؟ ولكن ما زالوا يتشدقون بهذه الكذبة وما زالوا يحاولون أن يروجوا لها إعلاميا، هم يكذبون بمنتهى الصدق، يدلسون بمنتهى الأمانة، يعني هم يضربون مثلا يعني نموذجيا في الوضاعة والخسة فيما يتعلق بقتل هؤلاء المدنيين. أين حقوق المدنيين؟ أين قواعد القانون الدولي؟ أين اتفاقيات جنيف الأربعة؟ أين مبادئ ميثاق الأمم المتحدة؟ أين المادة 7 من معاهدة روما؟ يعني كل أولئك إسرائيل يعني تدوس عليها بأقدامها وأحذيتها الثقيلة، غير مكترثة بأي شيء، حتى أن يعني وزير الخارجية أكثر من وزير خارجية عربي أكد أن يبدو أن إسرائيل فوق القانون الدولي.
طيب احنا شفنا نتنياهو وشفنا له صور في وسط جنوده، هنا الرسائل المزدوجة، هل هو بيحاول يبعث رسائل للداخل الإسرائيلي بأن الأمور طيبة مع الجيش، وفي نفس الوقت بيحاول يبعث رسائل أخرى لحماس وللمقاومة الفلسطينية من تواجده في وسط الجنوب؟ يعني نتنياهو رغم هذه الضراوة وهذه الوحشية وهذه الأعمال البربرية وشريعة الغاب وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة وهذه القسوة والفظاعات، إلا أنه في النهاية واضح التخبط، واضح الضعف والترهل، واضح أنه محكوم عليه خلاص انتهى سياسياً انتهى. ريثما تنتهي هذه الحرب وتضع أوزارها. ولكن في هذه اللحظة يعني رغم هذه الانقسامات ورغم أن شعبيته تراجعت بشكل لافت، إلا أنه في نهاية المطاف في هذه اللحظة هم متوحدون على هذه الأعمال البربرية وعلى هذه الوحشية. يعني وكأن يعني شخص يوجه ضربات بشكل انتقامي، هي أعمال انتقامية، هي أعمال لا تمت للإنسانية بصلة وليس لها أهداف عسكرية، يعني ليس لها جدوى من الناحية الاستراتيجية من الناحية العسكرية، لأنه أين أنت وأين المقاومة؟ وكما قال فخامة الرئيس السيسي البارحة إن القضاء على المقاومة أولا ده مستحيل وسيستغرق سنوات وسنوات، والتاريخ والأحداث يعني كل أولئك ينبئون بأن حركات المقاومة الدي إن إيه بتاعها يعني غير قابل للموت، غير قابل للنهاية، ستستمر المقاومة طالما في احتلال، ستستمر المقاومة، حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية، الفصائل، فتح، ستستمر المقاومة طالما هناك احتلال الأراضي الفلسطينية. وهذا ما أكده الرئيس السيسي، أننا علينا أن نهتم بتسوية القضية لا تصفية القضية، لا للتصفية ونعم للتسوية، إحياء مسار السلام مرة ثانية، احتواء هذه التطورات المتسارعة، بل إحياء عملية السلام. يعني سلوك الدولة المصرية الآن وسياستها هي ترتكز حول هذا العنوان، الاحتواء والإحياء، احتواء التطورات وإحياء عملية السلام. عطفا على السؤال السابق، مهما حاول نتنياهو أن يظهر أن علاقته قوية بالجيش، الخلاف واضح جدا ما بينه وبين وزير الدفاع، مهما شفنا من صور، بنشوف فيديوهات برضو على السوشيال ميديا، المجموعة كبيرة من الجنود بتهاجم نتنياهو ورفض أن تقف في الأماكن بتاعتها، لازم زي ما حضرتك قلت أن فيه هنا عقيدة، يعني مهما كان موجود فيه أسلحة لكن على الجانب الآخر فيه عقيدة. سؤالي، لو طال أمد هذه الحرب من المنتصر في النهاية؟ طبعا أنا مش بتكلم عن الشعب الفلسطيني ليتحمل الكثير، أنا بتكلم على المقاومة وإسرائيل. نعم، هذا يعني هذا سؤال مهم في الغاية لتأصيل ذلك النزاع. النزاع مهما طال فالمقاومة يعني رغم هذه الفظاعات ورغم هذه الفواتير الباهظة ورغم هذه الأثمان الفادحة التي تنوء بحملها الجبال وهذه الصور المأساوية التي نشاهدها، لكن في النهاية أقدار المقاومين، أقدار المدافعين، أقدار الذين يريدون أن يحرروا بلادهم وأن يبنوا دولتهم. يعني شاهدنا ما حدث في الاتحاد السوفيتي، قدموا ما يربو على 27 مليون شهيد تجاه الألمان، تجاه هتلر النازي، يعني هذا هو القدر. ولكن في النهاية المقاومة تنتصر رغم كل ذلك، وكل ذلك القصف وكل ذلك الاجتياح وسياسة الأرض المحروق، لكنه في النهاية يجبن أن ينزل على الأرض وأن يلتقي وأن يلتحم مباشرة مع الفلسطينيين، ولا بد له أن يلتحم في النهاية، ولا يستطيع أن يلتحم ولن يلتحم ولن يقدر على الالتحام. هذه يعني هذه هي الصورة، هذه هي المفارقة، أكبر ترسانة عسكرية، جسر مفتوح. يعني هذا يذكرنا بنصر العظيم 6 أكتوبر 1973 عندما مد أيضا العم سام لإسرائيل جسر جوي بكل المعدات، وقال ساعتها السادات أنا الآن أنا أحارب بأمريكا. أيضا الآن ما يحدث، الفلسطينيون هؤلاء العزل المدنيون الضعفاء يحاربون أكبر قوة أكبر ترسانة عسكرية، يحاربون أمريكا، الذخائر، المعدات، الأسلحة، كل ذلك الدعم اللامحدود من أمريكا. أمريكا هي الخصم وهي العدو، وما إسرائيل إلا مخلب قط. يعني أمريكا ومن قبلها بريطانيا عندما خلقت هذا الكيان السرطاني، يعني وضعت وجعلت إسرائيل في هذه الأرض العربية لتفسد فيها وتسفك الدماء، وهذا ما نشاهده ليل نهار. أتصور يعني هذه الصور المأساوية يعني عار على جبين البشرية، وصمة عار في جبين، انتكاسة، ردة حضارية. يعني أين الحقوق؟ يعني الغرب لا طالما صدع الرؤوس
بالحريات، حرية التعبير، كبلوا وسائل التواصل، كبلوا كل وسائل التواصل، الانستجرام، اليوتيوب، الفيسبوك، كبلوها، منعوا التظاهرات. طيب أين الديمقراطية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الحق في الحياة؟ يعني لن نتحدث عن الحق في الكهرباء، الحق في الماء، الحق في الغذاء، الحق في الدواء، الحق في الحياة، أين الحق في الحياة؟ يعني كل هذه الأكاذيب يعني وكل هذه الأقنعة سقطت أمام ما يحدث وأمام يعني فظاعة ما يحدث الآن على الأرض الفلسطينية. منذ البداية ضغط الشارع الإسرائيلي هو كلمة السر في كل ما يحدث، يعني في بعض الآراء اللي بتقول أنه تم فتح ثغرة متعمدة من قبل الجانب الإسرائيلي لتهدئة الشارع الإسرائيلي اللي كان بالفعل عنده تظاهرات كتير اعتراضا على كثير من القرارات الخاصة بالقضاء. دلوقتي التهديدات اللي بيقولها نتنياهو دائما في أنه لسه هيوجه ضربات شديدة العنف لحماس والمقاومة الفلسطينية، كل ده برضو هدفه أنه يهدي الشارع الإسرائيلي اللي رجع تاني للشارع للتظاهر احتجاجا على سياسة نتنياهو واحتجاجا على ما يقوم به نتنياهو وعلى شعوره بالأمان. ما يحدث في إسرائيل محاولة للتهدئة لكن دون جدوى، ولكن في نهاية المطار في نهاية المطاف هذا الشعب الإسرائيلي هو الذي اختار هذه الحكومة المتطرفة، بل الحكومة شديدة التطرف. ففكرة ادعاء أن هناك جماعات سلام وتريد الاستقرار وتريد السلام وأنهم ليسوا كلهم، ده بالعكس، ده نتنياهو يعتبر أكثر فرد وعنصر ورئيس الحكومة في هذه الحكومة أكثرهم اعتدالا، أكثرهم معقولية، أكثرهم إنسانية. بقية الوزراء في غاية التطرف، يعني يقولون فلنذبح يعني عشرات الآلاف من الأطفال، إنهم حيوانات بشرية، إنه يعني ما هذه الوضاعة والخسة. يعني الحكومة متطرف شديدة التطرف وجاءت نتيجة الخيار الشعبي. هذا يذكرنا بما يقولون عنه في أوروبا، أن أوروبا الآن وإن كانت يعني تقف مع إسرائيل، لكننا بعض المتشدقين والمتفزلكين بقى يقول يا جماعة لا، يعني لا تظلموا أوروبا، هذه الحكومات الأوروبية، لكن لا تظلموا المنظمات الأوروبية ولا جمعيات حقوق الإنسان الأوروبية ولا الشعب الأوروبي العظيم. الله، يا مش أنتوا تدعون أن هذه حكومات ديمقراطية، أن هذه حكومات منتخبة، حكومات انتخبها هذا الشعب الطيب الجميل الكيوت، انتخب هذه الحكومات المتوحشة. يعني هذا تناقض في الكلام. لا، هذه أحابيل وألاعيب، هذا بكش. يعني لا، هذه الحكومات هي تمثل هذه الشعوب وهي تريد هذه المجازر، والمجتمع الدولي الغربي تحديدا، سواء الولايات المتحدة ومن وراء أوروبا، سواء كان الكاوبوي الأمريكي وتابعه قفة، تابعه الأوروبي، تابع أوروبا التي تمسك بذيل جلباب الولايات المتحدة الأمريكية كدليل وتابع، كل أولئك يوجهون يعني يضمرون ذلك العداء وتلك الخصومة للفلسطينيين ولهذه المنطقة. وما إسرائيل في النهاية إلا وكيل، والوكيل لا يعمل إلا وفق يعني بنود وأحكام عقد الوكالة في نهاية المطاف. عظيم. نيجي للمنظمات الدولية، الأمم المتحدة قراراتها غير ملزمة كما نعلم، وحتى لو حصل أغلبية تصويت مش هيبقى في قرار ملزم. نيجي لمجلس الأمن، وإحنا شفنا مشاريع قرار كتير قوي خلال الفترة اللي فاتت، الروسي والبرازيلي والأمريكي، ولم يحدث توافق، وأعتقد أنه لن يحدث بسبب وجود الخلافات كما تفضلت بين هذه الدول. تمام، هذه الجزئية في غاية الأهمية. الأمم المتحدة سواء كان الجمعية العمومية للأمم المتحدة توصيات بالفعل، لكن في فكرة الاتحاد من أجل السلم، وهذا قرار صدر وكان له خصوصية عندما حدث العدوان الثلاثي على مصر في 1956. لكن إذا ما انتقلنا إلى مجلس الأمن، بالفعل مجلس الأمن عاجز، لكن مجلس الأمن يريد أن يكون عاجزا، لأنه مجلس الأمن يعني المصالح هي التي تغلف وتصيغ هذه القرارات، يبعد تماما عن قواعد المساواة والإنصاف والقانون، ويغلب المصلحة، يغلب الهوى، فتجد ذلك في ذلك الفيتو. يعني الكبار الذي لهم تلك المقاعد الدائمة وحق النقد، وبالمناسبة حق النقد يهدم القرار، لكنه لا يستطيع أن يبني القرار. يعني لو 15 دولة، 10 مقاعد غير دائمة وخمسة دائمة، لو 14 طلعوا القرار، واحد بس من المقاعد الدائمة يستطيع أن يهدم القرار، لكن حق الفيتو لا يبني القرار. تجد أن هذا يعني هؤلاء الكبار ظهروا وكأنهم صغار،
وكأنه صغار يعني أمريكا تصيغ مشروع تعترض الفيتو الروسي، روسيا مشروع قرار يكون الفيتو الأمريكي، يعني تحول الكبار إلى صغار. المفروض الكبار في سياساتهم وتصرفاتهم والمسؤولون عن حفظ السلم الدولي وعن حفظ الأمن الدولي، والميثاق الأمم المتحدة أعطاهم هذه الضمانات وهذه الصلاحيات من أجل ذلك بعد أن انتصروا في الحرب العالمية الثانية، يتصرفون بمنتهى يعني بمنتهى الرخص وغير مبالين لما يحدث في غزة. هذه المآسي الإنسانية. نحن لا نتحدث الآن عن عدالة، خلاص مش عايزين عدالة ولا نريد مساواة، ونريد فقط هدنة إنسانية. يعني لا نتحدث، يعني شوف بقى سقف الطموحات، نزلنا إيه؟ نزلنا تحت. مش عايزين عدالة ولا مساواة ولا إحقاق حق ولا عودة حقوق، عايزين فقط هدنة إنسانية. جو بايدن يقول لا، الوقت غير مناسب لإيقاف إطلاق النار. يعني هي حرب الولايات المتحدة على الفلسطينيين من أجل تركيع الفلسطينيين، من أجل تهجير الفلسطينيين. لكن فخامة الرئيس السيسي أكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر، أنه بأي حال من الأحوال لن يتم تصفية القضية، وفي كل الأحوال لن يكون على حساب الدولة المصرية. الدولة المصرية خاضت الحروب وخاضت التفاوض وخاضت السلام وخاضت التحكيم، ودفعت كل هذا من أجل الحفاظ على ذلك التراب الوطني. والله سبحانه وتعالى يعني قيد لهذا البلد هذا الرئيس العظيم الذي حافظ البلاد من 10 سنوات خلت في 2013 عندما أراد هذا الغرب بموجات الخراب العربي أن يفتت الدول الوطنية وأن تتشظى المؤسسات. يبقى المؤسسة العسكرية في أكثر من مؤسسة موازية، الشرطة في أكثر من مؤسسة موازية، كما شاهدنا في ليبيا في سوريا تتشظى المؤسسات وتتفتت الدول، لكنه استطاع أن يحافظ على التريتوريال انتجريتي، يعني وحدة سلامة الأراضي كوحدة متماسكة التراب الوطني. بعد 10 سنوات سيناريو آخر، سيناريو يتمثل في الآتي، أنه هذه الحرب الضروس ويتم تهجير الغزاوية إلى سيناء، ويتم تهجير الساكنين في الضفة الغربية إلى الأردن. يعني أين السكان؟ يعني لم تتوصلوا إلى حل الدولتين والسكان الفلسطينيون في أرضهم عندما يهاجرون ويغادرونها، أين حل الدولتين؟ شوف بقى الباكش بتاع جو بايدن يتحدث عن حل الدولتين، أين حل الدولتين؟ إيمانويل ماكرون البارحة مع الرئيس يتحدث ويقول نحن لسنا لدينا ازدواجية معايير ولا نفرق بين الأرواح. هل ذهبت إلى غزة؟ هل حاولت أن تساعد في إفادة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة؟ هل بكيت يعني أمام الكاميرات كما بكيت على الإسرائيلي؟ هل الروح الإسرائيلية أغلى بكثير من الروح الفلسطينية؟ يعني بتموت عشرات تزهق أرواح الفلسطينيين العشرات الآلاف ولا أحد يحرك ساكنا. أما الإسرائيليين تقوم الدنيا ولا تقعد، ويتحدثون الآن أدن حماس مدانة، حماس تقوم، فلندن حماس، ولكن ما تقومون به الآن لا يتوقف. أوقفوا هذه الشراسة، هذه الفظاعة، عدم الإنسانية. أكيد. كل الشكر ليك طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي، نورتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. جزء كبير من الموقف الغربي الداعم للعدوان الإسرائيلي هو صناعة إعلامية. الإعلام الغربي بيمارس ترويج للأكاذيب، وكمان بيزيف الحقائق وبيتجاهل تاريخ طويل من الاحتلال والجرائم اللي بترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل صاحب القضية وصاحب الأرض. بكل تأكيد كلنا بنشوف ومنتابع تحيز كبير جدا من الإعلام الغربي في تغطية الأحداث من يوم 7 أكتوبر، واحنا شايفين ازدواجية في المعايير المهنية والإنسانية، تزييف الحقائق اللي بتحصل على أرض غزة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، هنعرفها من ضيفنا دكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها اللي منورنا. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير محمد، صباح الخير منا، صباح الخير لكل السادة المشاهدين. عايزين قراءة من حضرتك وتحليل لتعامل الإعلام الغربي مع الأحداث من 7 أكتوبر لحد النهاردة. هندخل على طول فيما يخص موضوع الإعلام والتغطية الإعلامية والإخبارية لأحداث غزة منذ وقوعها. للأسف الشديد نحن أمام مدرستين. المدرسة الغربية في التغطية الإخبارية أنا بسميها مدرسة صناعة الكذب والتضليل والتزييف. يعني الآن ومن خلال متابعة دقيقة للصحافة الغربية والصحافة الأمريكية
وهناك نماذج محددة وواضحة هو فن صناعة الكذب. حضراتكم عارفين الشعار اللي كان بيقول اكذب حتى يصدقك الناس ثم اكذب أكثر حتى تصدق نفسك. الأدوات التي يتم استخدامها في الإعلام الغربي ليس فقط الكذب وإنما التضليل وإنما الانحياز التام والمطلق للرواية والسردية الإسرائيلية. الإعلام العربي يمارس دوره الحقيقي في التغطية ولكنه يفتقد ويفتقر إلى كثير من الأدوات لمخاطبة الخارج والرأي العام الخارجي. أتحدث عن الرأي العام للشعوب، لا أتحدث عن القادة والساسة لأن موقفهم واضح ومنحاز منذ اللحظة الأولى. أيدوا عبر تصريحات إعلامية الرئيس الأمريكي، أغلب قادة الاتحاد الأوروبي قاموا بزيارات فورية إلى الجانب الإسرائيلي، تبنوا الرواية الإسرائيلية. وزير الخارجية الإسرائيلي عند وصوله إلى إسرائيل قال في تصريح الأول: أنا هنا لست وزيرا لخارجية أمريكا ولكني كمواطن يهودي. وكل القادة في الغرب قالوا لإسرائيل: نحن نقف معكم وبجانبكم. ومن ثم كانت الرواية الإعلامية الغربية منبثقة من هذا الإطار للدعاية لأغراض سياسية. إذن هي دعاية وإذن هو إعلام منحاز بشكل واضح وصريح للرواية الإسرائيلية الكاذبة على حساب الرواية العربية الحقيقية صاحبة الحق. طيب، يعني الإعلام الغربي قولا واحدا عنده ازدواجية في المعايير وابتدى مرحلة جديدة ليست فقط تبني وجهات النظر، لا، ابتدى الترويج ليها وابتدى يعيد خلق مواقف ويعيد تصديرها للمشاهد بحيث ان هو يتبناها بلا نقاش. يعني هو بيخاطب الوعي واللاوعي كمان او الادراك او داخلي. للاسف الشديد نحن امام مدرستين في التغطيه الاخباريه ولدور وسائل الاعلام. المدرسه الاولى هي المدرسه السوفيتيه وتصف الاعلام بانه اما منحاز واما محرض وهم يمارسون ذلك فعليا. المدرسه الاخرى بقى هي المدرسه الاكثر غرابه اللي هي المدرسه الامريكيه الاوروبيه، يتحدثون عن الحيادية، يتحدثون عن الموضوعية وأن الإعلام محايدا وليس منحازا. ثم مع كل قضية تخص الوطن العربي والشرق الأوسط نتحدث عن أحداث غزة، للأسف الشديد يطبق النظرية السوفيتية في التحريض والانحياز المطلق. وكان ذلك جليا منذ اليوم الأول لأنه المدقق في تلك التغطيات سواء للقنوات والإذاعات التي تصدر باللغات الأجنبية أو حتى الموجهة للمنطقة العربية والناطقة بالعربية وما أكثر ذلك. ولذلك أنا أنبه أن هناك اهتمام ومنذ عقود بالتوجه للمنطقة العربية. لدينا العديد من القنوات الناطقة باللغة العربية ولدينا مسؤولين تم تعيينهم، مثلا الجيش الإسرائيلي يتحدثون أن أفخاي هو المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي، هو معين للإعلام العربي، يعني تخصصه هو الإعلام العربي. صحيح. ومتابعة كل ما ينشر في الصحافة والقنوات والإذاعات العربية. وعشان أدلل لحضراتكم والسادة المشاهدين على مدى الخوف والرعب والذعر من التغطية الإعلامية العربية ونقل الحقيقة سأحدثكم فقط عن ما حدث بالأمس. هناك قصف حدث واستهداف للمنطقة السكنية التي يسكن فيها مراسل قناة الجزيرة، وأصفر ذلك عن استشهاد، هم يقولون مقتل ونحن نقول استشهاد زوجته ونجل ونجلاته. إذن هناك استهداف حقيقي للإعلام العربي ولنقل الحقائق. أضف لذلك أن فيما يزيد عن 20 صحفي استشهدوا، طبعا أكثر من 22 صحفي. ويمكن نقابة الصحفيين أنا بشكرها على بيانها بالأمس للتعاطف والتضامن. الهيئة العامة للاستعلامات عليها دور كبير في هذا الأمر، يجب على الهيئة أن تهتم بهذا الملف لأنه لدينا مراسلين أجانب في الداخل. أضف لذلك أنا عندي خبر صار جدا سمعته من الأستاذ أحمد الطهري وهو قرب انطلاق قناة القاهرة نيوز باللغة الإنجليزية. هذا سيكون تحدي كبير للإعلام العربي، لأن لما كنت بقول دايما في كل الصحف والقنوات أن احنا نفتقد الأدوات، أهم هذه الأدوات هي القنوات الموجهة باللغات الأجنبية.
لأن احنا نتحدث باللغة العربية وقنواتنا أغلبها باللغة العربية، فهي مؤثرة على الرأي العام العربي، والرأي العام العربي مساند للقضية. يعني أنت ترى أن هو هناك أكثر من خطاب بيوجه، خطاب للغرب وخطاب باللغة العربية، كل بيناقش النقطة أو المدخل اللي ينفع يتعامل مع الشعب؟ أنا بقول أكثر أن احنا محتاجين ليه؟ لأنه يعني بتكلم من الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي للأسف كل الروايات الكاذبة تصدر من الجانب الإسرائيلي وبدليل. لو كنا بنتحدث عن إذاعة البي بي سي، إذاعة البي بي سي دائما تقول نحن مع الصدق ونحن مع الثقة ونحن مع الموثوقية والتحقق من الأخبار. البي بي سي نشرت بيان وتقرير يا جماعة أنا بعتبره تحريض صريح ومباشر على استهداف المدنيين وقتله. نشرت تقرير بعنوان هل تبني حماس الأنفاق تحت المستشفيات وتحت المدارس؟ ثم لم تكتفي بذلك بل قدمت إحداثيات للمستشفيات ومنها مستشفى المعمداني، ثم تم قصف المستشفى. صحيح أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى البي بي سي حتى تقصف المستشفى، ولكنها قدمت المبرر. وأنا بقول أن دور الإعلام ليس دورا تحريضيا، ولكن دائما كنا بنقول انزل وأنقل الحقيقة من على أرض الواقع بالبث المباشر. حتى السي إن إن وإحنا عندنا بنتنا المصرية رحمة زين اللي لقنت مذيعة السي إن إن درسا قاسيا أمام معبر رفح، وقالت لها أنتم تتحدثون برواية واحدة هي الرواية الإسرائيلية، أنتم تغضون البصر والنظر عن القتلى اللي هم الشهداء، هؤلاء هم الشهداء من النساء ومن الأطفال ومن كبار السن. يا جماعة نحن نتحدث عن أكثر من 6000 شهيد وآلاف الجرحى والمصابين والمفقودين من الجانب الفلسطيني. إذن هذه هي القصص التي يجب أن يركز عليها أو تركز عليها وسائل الإعلام. نقطة أخرى معلش لو تسمحوا لي، لدينا في تلك الأحداث قصص إنسانية، وانتم عارفين أن المواطن الغربي في أمريكا وفي دول الأوروبية يهتم أكثر بالتعاطف الإنساني. يعني أنا أدعو وسائل الإعلام المصرية والعربية والقنوات المصرية والعربية إلى يعني ننقل هذه القصص الإنسانية ويتم ترجمتها بشكل فوري باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، ونوجهها إلى تلك الشعوب لبناء رأي عام. لأني أرى أن هناك تحول محدود، هو تحول محدود في الرأي العام الشعبي لتلك الشعوب، وإن لم يكن مناصرا للقضية الفلسطينية ولكنه داعما للحقوق الإنسانية. صحيح. لأنه الإنسانية فوق الجميع. أضف لذلك أن هناك استهداف ومزايدة على الدور المصري في تلك القضية من وسائل الإعلام الغربية. طيب حضرتك بتتكلم عن التحول في وجهة نظر بعض الشعوب من الناحية الإنسانية، عرفوا منين هذه القصة برضو؟ ما هو إذا كان إعلامهم لا يتحدث عنها مطلقا، فهم عرفوا منين طبيعة الأوضاع الإنسانية؟ هقول لك بقى بصراحة ووضوح، الرأي العام الإلكتروني. أصبح لدينا رأي عام موازي هو الرأي العام الإلكتروني من خلال المنصات وصناع المحتوى والمؤثرين. بمعنى صانع المحتوى أو المؤثر اللي بيمتلك منصة عليها ملايين المتابعين ليس من داخل مصر والمنطقة العربية، ولكن من تلك الدول في أمريكا والاتحاد الأوروبي، بياخدوا هذه القصص الإنسانية. منها قصة الطفل يوسف مثلا، هذا الطفل اللي كانت والدته بتبحث عنه وبتصفه للطبيب، وكانت قصة إنسانية مؤثرة، والله يكاد قلبي ينزف دما عندما شاهدت هذه القصة الإنسانية المؤثرة. هناك أب فقد 3 من أبنائه في عملية قصف. هناك آلاف القصص الإنسانية، وأنا بدعو القنوات الفضائية والصحف إلى نقل هذه القصص الإنسانية. وسائل التواصل الاجتماعي كانت أسبق في نقل تلك القصص باللغات الأجنبية ومخاطبة الخارج، رغم أن هناك يعني أنتوا عارفين كثافة التغطية بهذا القدر من التضليل والتزييف يخلق رأي عام، ورأي عام كاذب، ورأي عام وهمي، ورأي عام منحاز. حتى أن المظاهرات التي تخرج في الدول الغربية وفي أمريكا لمناصرة الإنسانية ومناصرة القضية الفلسطينية وصفتها إذاعة البي بي سي بأنها مؤيدة لحماس، ثم تستتبع القصة بأن حماس منظمة إرهابية وبالتالي هؤلاء يدعمون منظمة إرهابية، رغم أن دعمهم الأساسي
للقضية الفلسطينية إضافة إلى المصطلحات إرهاب إعلامي ممارسة إرهاب إعلامي على من يدعمون القضية الإنسانية. طيب لما نيجي نقول إن يعني لما نيجي نحكي كده عن الموقف بصفة عامة، هناك كثير من المؤثرين بالفعل أو صناع المحتوى بالفعل تبنوا القضية وحصل لهم مشكلة كبيرة في حساباتهم الشخصية وفي الأكاونتس اللي بيطلعوا من عليها من مختلف المنصات، وحصل حتى أكثر من توضيح إنه غيروا الهاشتاج، حطوا اعلام العدو الصهيوني في اخر الهاشتاج حتى يعني يتم التغلب على خوارزميات المنصات المختلفه. هناك في تعتيم كبير حتى اذا خاطبنا الغرب بلغتهم برضو في تعتيم. انا احييك على هذا السؤال لان انا كنت بناقش تلك القضيه مع عدد من المواقع. اللي حصل كالتالي، لما لقوا انه في عديد من المنصات والمؤثرين بيستخدموا تلك القصص الإنسانية، إيه اللي حصل؟ سياسات تقييد المحتوى زادت من وتيرتها، بمعنى أن أصبحت أي منشورات تحمل اسم القضية الفلسطينية أو الدعم أو حماس أو غزة أو أي تعاطف إنساني من أي نوع لا تصل إلى أكبر عدد من المتابعين، بل لا تصل إلى أحد، لأنه ما حدث هو ممارسة ضغوط سياسية واستخباراتية على ملاك التطبيقات، فأصبح هناك سياسة لتقييد المحتوى. الأمر الآخر، الناس هربت من تطبيق زي الفيسبوك وقالت أن منصة إكس اللي هي تويتر سابقا تقييد المحتوى فيها أقل. هناك تحديدات مباشرة لمالك تطبيق إكس أن يمارس سياسة تقييد المحتوى على المنصة، وبالتالي تم حذف الكثير من تلك التدوينات وتم تقييد العديد من الحسابات وتم منعها من الظهور. أنا أنصح الناس باستخدام سياسة النص المشفر. النص المشفر هو تجنب الألفاظ الصريحة في تلك القضية، بمعنى أنتوا عارفين النص لما بكتبه بشكل كامل هناك سياسة لتقييد المحتوى وبالتالي يتم حظره. إذا النص المشفر يتغلب على ذلك. عذرا دكتور، بس ده في حالة احنا بنكلم بعض، احنا بنكلم الخارج. النص المشفر هيكون شديد الصعوبة في الفهم بالنسبة للخارج، يعني احنا بنكتب الكلمات فلسطين قد نستخدم حرف الأس مكان السين كده، احنا كعرب وكمصريين فاهمين بعض، لكن الخارج محتاج انه يبقى الموضوع شديد الوضوح وشديد الصراحة حتى يستطيع القراءة. انا بتكلم على النص، انما المحتوى نفسه المصور او الفيديو يجب ان يكون واضح وصريح. أنا بقول ده للتغلب على نشر المحتوى ووصوله وعملية التفاعل، لأنه حصل استهداف حقيقي لتلك المنصات. الناس كانت بتقول أنه هذه المنصات مستقلة، لا يوجد استقلال لا في وسائل الإعلام ولا في تلك المنصات، كلها موجهة حسب الأغراض السياسية والدعائية. عاوز كمان كثافة في عمليات النشر، كثافة في التغطية، نستخدم خاصية البث المباشر، نستخدم الترجمة التلقائية أو الفورية والمباشرة، نستخدم القصص الإنسانية، نشوف بيقولوا إيه بره زي ما بيعملوا. هو إيه اللي بيحصل؟ هم بياخدوا الرواية الحقيقية ثم يمارسوا عمليات الكذب والتضليل من خلال، بمعنى لما السي إن إن نشرت تقرير بعنوان قطع رؤوس الأطفال، انتشرت الرواية، الرواية خرجت أولا من المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية وهي حكومة منهارة وستنهار، وأدعو إلى محاكمة نتنياهو أمام محكمة الحرب ومحكمة العدل الدولي. هذه جرائم حرب، لازم الإعلام المصري والعربي، هذه إبادة جماعية، هذا عقاب جماعي، هؤلاء شهداء وليسوا قتلى أو موتى، هذا حق أصيل للشعب الفلسطيني، هذا جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلك هي الألفاظ المنضبطة زي ما أنت عارف يا شاذ يمنا التي يجب استخدامها في وسائل الإعلام للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني. طيب دكتور، إحنا لو حبينا نعرف أي حاجة من الإعلام الغربي حتى لو مش مترجم بناخد هذا الانترفيو أو هذه المقابلة وبنترجمها، سواء حتى الفيسبوك بقى بيدعم هذه الخاصية إنه بيترجم ده. الجانب الاخر ليه ما بيعملش كده؟ يعني حضرتك بتقول في البدايه ان احنا محتاجين اعلام يخاطبهم بنفس اللغه، باللغه الانجليزيه وليكن، فهل ده ممكن يغير من وجهه نظر الشارع او من راي الشارع، ولا هم بالفعل هذه الشعوب مؤمنه بما تفعله حكومتها؟ ما انا لا استطيع الحكم على الشعوب بصفه عامه، انا يمكنني الحكم على القادة والساسة من خلال، احنا لو نتابع اعلاميا جلسات مجلس الامن، الجلسات المشروعات التي كانت تقدم في أول الأمر كانت تتحدث عن هدنة إنسانية، كانت تتحدث عن وقف إطلاق النار، وأنت تعلم حق استخدام النقد، حق الفيتو.
ثم المشروع الأمريكي يتحدث عن إيه المشروع الأمريكي؟ بيتحدث عن دعم إسرائيل وأن هذا رد فعل طبيعي، وهو يتناسى أن القانون الدولي عندما يتحدث عن حق الدول في الدفاع عن نفسها يتناسى أن احنا نكمل القانون الدولي على أراضيها وليس على أراضي أخرى، كما يتناسى أن حركات المقاومة أيضا طبقا للقانون الدولي لديها من الحق استخدام عمليات المقاومة ل يعني إنهاء الاحتلال للحصول على تلك أو الوصول إلى الأراضي. المشكلة الحقيقية أنه الجانب الإسرائيلي بيعلن أنه الهدف هو تصفية حركة حماس، ثم يتم نشر ذلك في الرأي العام العالمي والصحف والوكالات والقنوات الإعلامية، فيقتنع الرأي العام الغربي أنه الهدف من العملية هو تصفية حماس، ثم ما يحدث على أمر الواقع هو تصفية القضية بتصفية الأرض وتصفية الشعب في نفس التوقيت. إذن هناك خطاب إعلامي موجه من الجانب الإسرائيلي إلى الإعلام، ثم هناك كواليس وعمليات أخرى تتم على أرض الواقع، تدليس وتزييف يتم إعادة نقلها من خلال وسائل الإعلام الغربية اللي بتكلم شعوب غير مهتمة على الإطلاق بالسياسة أو ما هياش على قائمة أولوياتها، هي مهتمة أكثر بأمورها الحياتية ومهتمة بالإنسانيات لكن لا تعنيها السياسة أبدا. الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها، شكرا لوجودك معنا. شكرا أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.